بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم جميعا، وطبعا بشكر دكتورة روان على المقدمة الهائلة الجميلة دي والإلقاء الأشبه بالاحتراف. يعني أنا حاسس إن أنا كنت يعني حاسس إن أنا في حاجة كده دولية، حاجة كبيرة، فأنا بشكرها جدا جدا. طبعا دكتورة روان هي شريكة نجاح، يعني هي معانا في الأهرام الكندية، وكنا بنظمنا حاجات كتير مع بعض. شخص أكتف جدا جدا، وما شاء الله ليها مستقبل كبير، فبشكر جدا يا روان على المقدمة الجميلة. وطبعا برحب بحضراتكم جميعا، وإن شاء الله يا رب تكون محاضرة خفيفة وأكون ضيف خفيف عليكم. الأول بس أتأكد منكم، هل الصوت واضح ولا في مشكلة في الصوت؟ عشان أنا يعني بشتغل من مايك، فممكن يكون المايك مش يعني مش شغال كويس، فأتأكد منكم بس هل الصوت واصل ولا لا. واضح شكرا يا جدا، دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طبعا أنا أولا بحب أشكر مؤسسة سكاي لايف على الدعوة الجميلة دي وعلى الفكرة اللي بقالنا يمكن أكتر من 4 5 شهور بنتكلم فيها. زي ما احنا عارفين كده، العلاج الطبيعي بيتقدم يعني بطريقة سريعة جدا الفترة اللي فاتت، خصوصا يعني خصوصا إن البحث العلمي بقى ليه أهمية كبيرة قوي بعد موضوع الكوفيد. عرفنا قيمة البحث العلمي، وعرفنا قيمة إن احنا نكون بنقرا بيبرز ونكون عارفين فعالية الأدوية والمصل اللي هناخده والكلام ده كله. فبقى فيه اهتمام كبير جدا بالبحث العلمي، مش بس في مصر ولا في الوطن العربي، لا ده العالم كله. وعشان بقى نواكب التطورات دي، كان لازم يبقى فيه دورات بتتعمل بشكل مستمر، لازم يكون فيه توعية، لازم يكون فيه مشاركات بحثية، سواء بقى من كل بقى المجتمع بتاع العلاج الطبيعي، سواء طلبة، سواء دكاترة، سواء بقى طلاب دراسات عليا، دكاترة جامعة. يعني هو مش مقتصر على شخص بعينه أو فئة معينة من المجتمع، لا هو المفروض الناس كلها تكون بتشترك في البحث العلمي. فأنا أولا بشكر طبعا أستاذ دكتور رفيق على الدعوة الكريمة دي، وعلى إنه كمان إداني فرصة إن أنا أكون موجود مع نخبة كبيرة من الأساتذة اللي موجودين. ما شاء الله في أسماء كبيرة جدا جدا موجودة، يعني مش عايز أقول حد وأنسى حد، لكن هو البوستر لما تبص عليه هتلاقي إن تقريبا أهم ناس في المهنة كلهم موجودين في البانل. فإن شاء الله يا رب تكون يعني مدرسة قوية، تكون بتقدم لكم حاجة جديدة تضيف للي هيدخل فيها إن شاء الله، وتكون بقى بداية لحاجات بعد كده تتعمل بقى إن شاء الله، سواء بقى مشاريع بحثية هتتعمل، أو إن نستفيد بقى إن إحنا النشر بتاعنا بعد كده يبقى دولي وفي مجلات مرموقة، لأن هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتقدر تاخد المهنة بتاعتنا إلى أماكن أعلى. محاضرة النهاردة هيبقى عنوانها النشر الدولي، وهي محاضرة تعتبر من الآخر، يعني إحنا مش جايين بقى من البداية، إحنا جايين من الآخر. يمكن مش هتهم أغلب الناس، لأن طبعا ممكن يكون أغلب الحضور لسه طلبة بكالوريوس أو لسه يا دوبك خريجين أو فترة الامتياز، لكن هيتهم أكتر الدكاترة الموجودين في فترة الماجستير والدكتوراه وأعضاء التدريس اللي هم ما بعد الدكتوراه. النشر الدولي هو السبيل الوحيد للرقي، أولا المهنة ده رقم واحد، ورقي رقم اتنين البلد نفسها، ورقم ثلاثة المكان اللي أنت بتنتمي ليه، سواء كانت مستشفى جامعية أو معهد تعليمي أو جامعة. الدول بتنافس بعض بالبحث العلمي، زي ما احنا بنشوف منافسات بقى سياسية، بنشوف منافسات في الرياضة، كمان برضو المنافسات بين الدول بتبقى عن طريق برضو البحث العلمي. مش هكدب عليكم، للأسف العلاج الطبيعي في مصر مش مهتم بالبحث العلمي بالشكل الكبير، ومحتاجين بصراحة فيه شغل كتير جدا الفترة اللي جاية. لكن بقى فيه بدايات، وبقى فيه بشوف ما شاء الله دلوقتي فرق بحثية طالعة من الجامعات على مستوى طلبة البكالوريوس، ودي حاجة مشجعة جدا جدا إن إحنا يبقى عندنا جيل قادم إن شاء الله قادر إن هو يرفع اسم المهنة أكتر ويرفع اسم البلد أكتر. فمحاضرة النهاردة هي عن النشر الدولي أو الانترناشنال بابليكيشن، اللي هي المحطة الأخيرة في الجورني اللي أنت بتاخدها من أول ما بتختار فكرة بحثية لحد ما في الآخر إنك أنت عايز تنشرها. استاذنكم بس دقيقة واحدة اعمل شير للسكرين. دكاترة هي السكرين كانت عملها شير ولا؟ اه يا دكتور العمل. شكرا جزيلا، شكرا. اعتقد الدكتورة رودينا اللي معايا تقريبا. اه يا دكتور، مع حضرتك. يا اهلا وسهلا يا دكتورة رودينا، يا اهلا اهلا وسهلا وسهلا. بحضرتك ما شاء الله الاهرام الكندية ما شاء الله يعني ليها حضور وكلنا كبير. في الميتنج يا دكتور، كندية ما شاء كلها. الله ما شاء الله، ربنا يزيدكم يا رب، ربنا يزيدكم. طيب عامة أنا مش طاول على حضراتكم، هنخش في الموضوع على طول. إحنا النهاردة هنتكلم على International Publication Strategies، وهنتكلم أكتر على Insider Knowledge. يعني إيه Insider Knowledge؟ يعني أغلب الكلام اللي أنا بقوله هنا في المحاضرة غالبا مش هتسمعه في أي أماكن من الأماكن اللي بتقدم كورسات للبحث العلمي.
لان انا مش جاي هنا اديك بيزكس، ومش جاي اديك اللي هو فروم اي تو زد والكلام اللي هو بنسميه احنا كوميرشال او التجاري. انا جاي اكلمك في الحقيقه، لان انا دخلت المطبخ فعارف اللي بيحصل جوه في المطبخ، وعارف الحاجات الهيدن اللي محدش بيعرفها، فبحاول قدر الامكان يعني اديها لك عشان تبقى انت عارف هتختار ازاي بعد كده المجله، تنشر امتى، تنشر ازاي، طب ليه المجله دي افضل من المجله دي. لان هو النشر الدولي هو استراتيجي اكتر ما هو اختيار، واكتر ما هو مجرد مجله كبيره ومجرد انك انت بتدور على امباكت فاكتور، لا هي تعتبر استراتيجيه. فهنبدا كده مع بعض ان شاء الله. اولا اعرفكم بس بنفسي بالنسبه للساده الحضور، انا راجل بشتغل في المجال الاكاديمي من 2012، ويعني اصنف نفسي ان انا كلينيكال ريسيرش، لان انا اغلب شغلي حاليا دلوقتي هو كلينيكال ريسيرش. يعني انا تقريبا بشتغل فيه من 2016، فبنتكلم عن تقريبا 8 سنين. حصلت على درجه الدكتوراه في 2020 من جامعه القاهره، وكان عنوان رسالتي ان انا كنت حاولت ان انا اخترع نوع من انواع الجل من ماده بناخدها من القشريات اسمها كايتوزان، وعملنا منها جل نقدر نستخدمه بالالترا ساوند يعني كفونوفوريسس عشان اعالج مرضى الكاربل تانل، والحمد لله جاب نتائج كويسه جدا جدا. واتعمل من بعديه ابحاث كتيره في حاجات تانية، سواء في التهابات الاوتار او سواء في شحمه الركبه، والحمد لله الحاجات دي كلها موجوده في مجلات دوليه. انا كمان بشتغل مراجع او ريفيور في اكتر من 25 مجله، وراجعت اكتر يعني طبعا هو 75 دول لحد ما كنت عامل برزنتيشن، لكن هم زادوا اكتر ما حاجه واحد تقريبا 81 ارتكل، فيهم حاجات اغلبها كيو 1 الحمد لله. كنت جاست اديتور في مجله مش خاصه بالعلاج الطبيعي، بس هي برضو قريبه شويه من مجالنا، بايوميديكال انجينيرنج، وكان عنوان العدد ده الاجهزه الخاصه بالعلاج الطبيعي زي الاكسترا كوربوريال شوك ويف ثيرابي، زي الالكترومagnetic راديشن. اشرفت على 4 رسائل ماجستير ورساله دكتوراه، اضافه الى ممبر شيب في اليوروبيان بين فيدريشن وجلوبال هيلث نتورك، يعني في القسم بتاع الجلوبال ماسكل سكيلتال، لان انا اغلب شغلي ماسكل سكيلتال سواء ككلينيكال براكتس او كاهتمام بحثي. طيب انا ليه بقدم المقدمه دي، او ليه بقول الجزء ده الاول؟ انا مش جاي هنا استعرض مهارات ولا استعرض اسم او الكلام ده كله، انا جاي هنا اقول لك ان انا اشتغلت في المطبخ. يعني الجزء الثاني من السلايد هو كلام انا عشته وشفت دار النشر بتشتغل ازاي، المجلات بتشتغل ازاي، القرارات بتتاخد في المجله ازاي. وكنت زمان بفتكر ان هو حاجه مبنيه على الرساله العلميه والكلام بقى الكبير اللي هو الكلام اللي بنشوفه في الانشا وان البحث العلمي والكلام ده، لكن اكتشفت ان الموضوع بنسبه 110% هو بزنس، هو كله عباره عن هاخد فلوس ازاي، البحث الفلاني لو دخل هيجيب لي كام، ملوش دعوه بالعلم، ملوش دعوه بال اه طبعا في نسبه صغيره من العلم، لكن الباقي كله على بزنس، وفي تربيطات معموله، وفي نتوركس معموله، وفي انستتيوشنز معينه بتقبل لها ابحاث اكتر من انستتيوشنز تانيه، في مجموعه ريسيرشرز بتقبل لهم حاجات اكتر من ابحاث تانيه، وهكذا. فانا جاي اقول لك من الاخر كده ايه الاستراتيجيز اللي تتبعها تضمن بيها على الاقل بنسبه 90% ان بحثك هيتقبل في المجال اللي انت اخترتها. المحاضرة طبعا هتبقى عبارة عن 5 سيشنز، السيشن الأولانية اللي هي فكرة إزاي أصلا أجيب فكرة بحثية، اللي هي أصلا النواة أو نيوكليس بتاعة أي بحث علمي في الدنيا، إن أنا عندي فكرة بحثية وهبدأ أعمل عليها بروجكت، والبروجكت ده في الآخر نهايته هتبقى إن شاء الله إنه هيتنشر في مكان من الأماكن المعروفة. السيشن الثانية هنتكلم على ترمينولوجيز، بعض المصطلحات الدارجة وأهمية إن أنا أفهمها. السيشن الثالثة هنتكلم على أسباب الريجكشن، انا ليه دايما بحثي بيترفض وازاي اقدر اكتب مانوسكريبت بطريقه مظبوطه. السيشن الرابعه هنتكلم بقى انك انت لما بتيجي تبعت المانوسكريبت او تبعت البحث بتاعك لمجله، ايه اللي هيحصل جوه المجله، وايه البروسيس هتمشي ازاي من اول ما الحاجه هتروح بقى لسكرتير المجله لحد ما ان شاء الله يجيلك خطاب القبول او تتنشر الحاجه في عدد. السيشن الأخيرة هنتكلم بقى على الإيثيكال كونسيدريشنز، أو بعض الحاجات الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي اللي للأسف بتنتهك بصفة يومية، وبدأ يطلع علينا سمعة للأسف إن إحنا من الناس اللي بتخترق الأخلاقيات دي، على الرغم إن أنا من خلال شغلي جوه المطبخ يعني بشوف إن بالعكس في دول معروف عنها النزاهة، لكن هي من جوه كلها تربيطات وكلها حاجات شغل مش مظبوط ومنافي تماما لأخلاقيات البحث العلمي، لكن برضو بنقولها عشان ما نقعش إحنا كمان في الأخطاء دي، بما إن إحنا بنتكلم على جيل جديد إن شاء الله هيطلع فيقدر يصحح بقى المفاهيم دي ويقدر يشتغل بطريقه مظبوطه. بدايه السلايد ملهاش علاقه خالص باللي احنا هنقوله النهارده. احنا بنتكلم على مقال اسمه
ايفيدنس بيز ميديسن اند ميديكال كوريكولم، ده اتنشر سنه 2008 في مجله بي ام جي، هي واحده من اكبر المجلات على مستوى العالم، ومجلات من اللي هي اللي بنسميها مجلات الديسيجن ميكنج، يعني بناخد قرارات في حياتنا، سواء بقى في النشر الدولي، سواء بقى في الابحاث، سواء في حتى في الديلي براكتس بتاعتنا عن طريق المجله دي. فكان مقال رئيس التحرير بتاعها سنه 2008، انا بتكلم ان احنا اكتر من يعني 16 سنه فاتت، كان بيقول بوسط الكلام ان الكلينيشن او الراجل اللي هو بيمارس المهنه الاكلينيكيه ما يقدرش يعمل كريتيكال ابريزل لبيبر، هو بالنسبه له او بالنسبه للمهنه هو شخص غير مناسب تماما لممارسه المهنه، ويعتبر زيه زي اللي ما يقدرش يقيس ضغط الدم، او ما يقدرش يعمل اكزامينيشن للكارديوفاسكولار سيستم اللي هي البيزك تقريبا بيزك ريكويرمنت بتاعت اي حد ليه علاقه بالميديكال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشخص الجاهل بالبحث العلمي هو شخص يعتبر غير كفء لممارسه المهنه. طب الكلام ده كان بيتقال 2008، وكان بيتقال لدول اوروبا، فما بالك دلوقتي في 2024 وبيتقال لدول العالم الثالث ان احنا نجهل حاجات كتيره في البحث العلمي، وان في حاجات كتيره جدا ناس بتفتح البيبر ما تعرفش تقراها وتقفلها. الموضوع بقاش رفاهيه، وما بقاش ان انا مجرد بس ابقى عارف بحث علمي فانا كده شاطر او لا، لا هو الطبيعي انك تتخرج من الكليه بتاعتك المفروض يكون عندك المينيمم نوليدج انك انت تعرف تقرا بيبر وتعرف تاخد ديسيجن ميكنج في الكلينيكال براكتس بتاعك بناء على نتائج البيبر دي. فيلير تو دو سو، لو انت مش عارف تعمل كده فصدقني انت شخص غير كفء، وبالنسبه لنا انت شخص ما بتعرفش تقيس ضغط دم، او ما بتعرفش تعمل اكزامينيشن لحاجه بسيطه زي الكارديوفاسكولار سيستم. فالموضوع ما بقاش رفاهيه، بقى بالعكس بقى دلوقتي احتياج، واحتياج ضروري كمان. التو سلايدز اللي جايين دول هيبقوا موجهين اكتر لشريحه الطلبه اللي انا بعتبرهم النواه بتاعه البحث العلمي ان شاء الله في العلاج الطبيعي الفتره اللي جايه. هنرجع كده بقى بالزمن ل 2016، كان في بحث اتنشر في مجله من المجلات المعروفه بالاهتمام بالتعليم الطبي او التعليم الخاص بالبايوميديكال، اسمها جورنال اوف بايوميديكال اديوكيشن، اتنشر فيها بحث عن اختبار، او بالاصح يعني بيعمل اكزامينيشن للاتيتيودز والباريرز اللي موجوده بين الميديكال ستودنتس وبعضهم بالنسبه للكلينيكال ريسيرش. دخل على جامعه عين شمس، خد حوالي 420 طالب ممثل من الست مستويات، من المستوى الاول لحد المستوى السادس، خد تقريبا حوالي 40 طالب من كل مستوى، وبدا يقدم لهم بعض الكويستشنير او الاستبيانات عشان يجاوبوا عليها ويعرف من يعني من النتائج بتاعته اراء الناس بالنسبه للبحث العلمي، اراء مثلا ايه الحاجات اللي هم شايفينها سلبيه، طب ايه الحاجات اللي تمنع اشتراكهم في البحث العلمي. فكانت النتيجه كالاتي، زي ما احنا شايفين كده على الجزء الشمال فوق الاتيتيود بقى، لو بنتكلم على انطباعاتهم ايه بقى عن البحث العلمي، فالكلام كله بوزيتيف، ان 86% شايفين ان لازم يشتركوا في كلينيكال ريسيرش، وان 80% منهم شايفين ان كل التطورات اللي بتحصل في المجال الطبي بتعتمد بشكل اساسي على الطريقه العلميه الصحيحه والبحث العلمي. طبعا في عندنا 74.2% مقتنعين ان كلينيكال ريسيرش ميثودولوجي دي حاجه اساسيه، انك لازم تبقى عارف اساليب البحث العلمي. وحوالي يمكن 60% او اكتر كانوا عندهم willingness او ان هم عندهم موافقه ان هم يخشوا في مشاريع بحثيه وحاجات ليها علاقه بالكلينيكال ريسيرش. لكن على الجهه المقابله بقى على اليمين فوق هتلاقي نولج بقى، لما جينا اختبرنا يعني معرفتهم بالبحث العلمي لقينا النتائج مخيبه جدا. بنتكلم تقريبا ان اقل من نص الناس اللي موجوده ما كانتش عارفه تجاوب على الديفينيشن بتاع الكلينيكال ريسيرش. بنتكلم نسبه ضئيله جدا جدا مش عارفه تودع، يعني بنتكلم على 18% تقريبا مش عارفين يطلعوا التشريح بتاع البيبر، يعني البيبر لما يمسكها الارتكل لما يمسكه مش عارف يطلع فين الميثودز، فين الابستراكت، فين كذا فين كذا. طبعا كل ما كان الليفل، يعني كل ما انت في المستوى الثاني او الاول طبعا اجاباتك بتبقى قليله جدا وضعيفه جدا، لكن لو انت راجل قريب شويه من سن التخرج النتائج بتعلى توصل لحد يمكن 43%، لكن برضو كلها السكورات، السكورز اللي قدامكم دي كلها تحت المستوى. فلما جينا نسألهم ايه الباريرز اللي موجودة، طب ايه العائق اللي ممكن يكون قدامك في الاشتراك في البحث العلمي او انك انت تبقى ملم بالبحث العلمي، كانت النتائج زي ما حضراتكم شايفين على الشمال تحت ان تقريبا اغلب الناس جاوبت lack of time، وده منطقي. طبعا انت فترة البكالوريوس انت بتسيطر على دماغك كلها انك انت عايز تجيب جي بي اي كويس، مش عايز تضيع وقتك بقى في حاجات تانية، لكن الفكرة ان هنا محتاجة تنظيم وقت. لو بتعرف كل اسبوع تطلع ساعتين لثلاثه تقضيهم وتقدر تديكيت الساعتين ثلاثه دول لحاجه ليها علاقه بالكلينيكال ريسيرش، سواء تتعلم سكيل جديده، تاخد كورس جديد، تشتغل مع ناس،
صدقني ده مش هيبوظ الجي بي اي بتاعك. ولينا في التيم اللي معانا دلوقتي في السكاي لايف دكتوره ساره اشرف، دكتور احمد شعبان، دكتوره مريم، دكتور حازم، دكتور عبد الله، وبقيه الشباب كلهم طلبه وكانوا سنه البكالوريوس على فكره، والحمد لله قدروا ينشروا دولي وقدروا يحطوا اسمهم في اماكن كبيره. فهي ملهاش علاقه، انت لو تعرف تنظم وقتك هتقدر ان شاء الله تشتغل في البحث العلمي. لكن برضو من ضمن الاجابات كانت فيها علاقه بلاك اوف بروبر منتورنج، ان هم مش لاقيين حد كبير يوجههم، انا لسه صغير ولسه مش عارف ايه الصح والغلط، مش عارف المفروض ابدا منين ومش لاقي حد يوجهني. كان برضو من ضمن الحاجات ان احنا برضو مش لاقيين مصادر نتعلم منها، وبرضو دي كانت مثلت شريحه كبيره، بنتكلم حوالي 64 ونص. طبعا فكره ان مفيش فاندنج، ان طبعا ممكن يكون الكورس ثمنه غالي ومفيش مؤسسه او جامعه نفسها ما بتضمنلكش انها تقدر تدفع لك فلوس الكورس، فانت حاسس انك انت مفيش حد بيغطيك ماديا لحاجه زي كده، ده غير حاجات تانية كتير. لكن الملخص بتاع الموضوع كله ان في بوزيتيف اتيتيود، الطلبه نفسهم حاسين ان في اهميه كبيره للبحث العلمي، لكن للاسف ما بيشتركوش بكميات كبيره، وفي نفس الوقت برضو ما عندهمش الاناف نوليدج ان هم يقدروا يشتغلوا او ان هم يشتركوا في انشطه البحث العلمي. ده معناها ايه؟ معناها ان احنا محتاجين يبقى عندنا كورسات باستمرار، محتاج ان احنا يبقى شانلز اكتر عشان يقدروا يتعلموا ويقدروا ان هم يطوروا نفسهم. وده طبعا اللي خلى سكاي لايف، يعني مؤسسه سكاي لايف، انها تفكر في انها تعمل سكول، تعمل مدرسه كامله مغطيه تقريبا حوالي 70 ل 80% من الاحتياجات اللي انت محتاجها عشان يتقال عليك انك انت راجل كلينيكال ريسيرشر. واعتقد الموديول قدام حضراتكم، وبالتالي هيتم شرحهم ليكم برضو في المحاضره النهارده ان شاء الله. دي كانت مقدمه للموضوع، لكن السيشن الاولانيه بتتكلم على ازاي اقدر اعمل جنريتنج للريسيرش ايديا، ازاي اجيب الفكره البحثيه. عايزك دايما تحط في بالك كده ان الفكره البحثيه السليمه او الفكره البحثيه اللي هي بنسميها اتراكتيف هي اكتر حاجه هتسهل لك عمليه النشر. عايزك دايما تحط في الاعتبار ان المجلات اللي انت بتتابعها، سواء بقى مجلات في كوارتايل كبير زي كيو 1 او كوارتايل 4، المجلات دي عامله زي الجرايد اللي انت بتقراها، هي حتى اسمها جورنال. فهي بتسعى دايما الى ان يكون دايما عندها حاجه جديده، حاجه تعمل ديبيت، حاجه تعمل قلق في الاوساط العلميه. مش عايزين الكلام المستهلك والاخبار القديمه والمعلومات القديمه والكلام ده، لا عايزين دايما حاجه جديده يقدروا يسوقوا بيها المجله بتاعتهم. البزنس الخاص بالنشر والمجلات والكلام ده كله تقريبا بيطلع، يعني مثلا مجله السفير بيطلع لها صافي تقريبا في السنه 3 مليار و200 مليون، فده رقم مهول جدا. فلازم تبقى عارف ان الحاجات دي بيتم ليها تسويق معين، وبيبقى مجالات عايزه افكار معينه والكلام ده كله. فاختيارك للفكره البحثيه ده يعتبر نص المشوار، نص المشوار بتاع ان انا انشر نشر محترم في اماكن محترمه في اماكن كبيره، ويبقى ليا اسم وليا اتش اندكس كبير. لكن تعالى الاول نعرف هو يعني ايه كلمه ببلشنج، قبل ما اعرف يعني ايه انترناشونال ببلشنج. ببلشنج معناه ان عندك اوريجينال ورك، في حاجه انت عملتها او حاجه انت كتبتها وعايزه يتم نشرها الى المجتمع العلمي. ففي الوقت ده عندك سبيل من اتنين، يعني عندك الطريق الاولاني انك تختار مجله هي اللي تنشر فيها الشغل بتاعك، او الحاجه الثانيه انك انت هتروح لمؤتمر لكونفرنس. وكل واحد من دول يتقسم حاجتين برضه، في عندي حاجه محليه وحاجه دوليه. يعني لو هختار مجله فانا عندي مجله محليه زي المجلات اللي موجوده في بنك المعرفه المصري، وكلها مجلات محترمه وليها تقديرها، وتاخد على فكره درجات كويسه بالنسبه لاعضاء التدريس لما بييجوا يترقوا. وفي برضو عندك المجلات الدولية اللي هي بقى المجلات اللي المفروض بيقراها شريحة كبيرة جدا جدا من أخصائي العلاج الطبيعي على مستوى العالم، ودي اللي بتجيب لك بقى بعد كده الكولابوريشنز، وهي اللي بتجيب لك مؤتمرات كبيرة وهكذا. والمؤتمرات كذلك بتنقسم برضو في حاجات محلية وحاجات دولية. طبعا المؤتمر الدولي برضو مش معنى انه دولي معناه انه دولي قوي، لا بيبقى في حاجات دولي وفيها نصب كتير، اشهرهم كونفرنس سيريس، هتلاقي بيتبعت لك على مدار شهري 2 او 3 انفيتيشنز لمؤتمرات. هم قاعدين بيعملوا مؤتمرات طول الوقت، ما انتش فاهم دي تبع اني انستيتيوت ولا تبع اني مثلا اسوسيشن ولا تبع ايه بالظبط، ما انتش فاهم. لكن دي مش معناها انك انت عشان طلعت مؤتمر دولي معناه انك انت جامد، لا بالعكس خالص، المؤتمر الدولي بيبقى فيه نصب اكتر من المحلي بكتير. فكلمة انترناشونال ببلشنج يبقى انا بتكلم على ان انا عندي اوريجينال ورك، عندي حاجة انا عاملها صاحب الملكية الفكرية بتاعتها، وهبعتها لمجلة دولية. المجلة دي ليها طبعا يعني ليها رقم، وليها طبعا اندكسنج موجودة في حاجات كبيرة زي السيفير، زي سبرينجر، زي تيلر فرانسيس،
كل الحاجات، كل دار النشر المعروفه، عشان خاطر في الاخر ان انا اوصل لجلوبال ريتش والريبيوتيشن، ان انا في الاخر عايز العالم كله والمجتمع العلمي يعرف الشغل بتاعي. وكمان برضو بيبقى حاجه برستيجيس ليك انت راجل بتنشر نشر دولي. الخطوه الاولى اجيب الريسيرش ايديا بتاعتي منين، يعني اجيب الفكره البحثيه بتاعتي منين. وده السؤال اللي هو اجابته هتبقى سهله جدا، يعني اجابه بديهيه. الطبيعي انك انت بتجيب الريسيرش ايديا دي من الكلينيكال براكتس، من ممارستك الكلينيكيه اليوميه. بتلاحظ مثلا ان مرضى الستروك مثلا بيبقى عندهم يعني باترن معين في المشي، فانت لقيت ان كل وسائل العلاج الطبيعي مش جايبه نتيجه، لكن انت من الاوبزرفيشن بتاعك شايف انك انت لو عملت مثلا اكسرسايز بشكل معين او بطريقه معينه او بريتم معين ممكن يحسن الجيت ابنورماليتيز اللي موجوده. فانت اللي جالك الفكره البحثيه دي من الكلينيكال براكتس اليومي بتاعك، وهي دي على فكره الايديز اللي بتتنشر، هي دي الايديز المطلوبه ان يكون ليها علاقه بالحياه اليوميه بتاعتك، عشان المجله لما تاخدها وتنشرها تكون اثرت في شريحه كبيره من القراء بتوعها، فبالتالي يزيد اسهم المجله وفلوسها طبعا، الاشتراكات فيها تزيد ونشرها يبقى اكتر وهكذا. فهو المكان الاولاني اللي انت المفروض بتجيب منه ريسيرش ايديا هو الديلي كلينيكال براكتس بتاعتك. طيب هنفترض جدلا ان انا ما عنديش الخبره الكافيه، انا كطالب مثلا او حديث التخرج او حتى بعد التخرج، وما عنديش القدره على الاوبزرفيشن وتابع والكلام ده كله، وبس انا برضو عايز اعمل كلينيكال ريسيرش، طب اتصرف ازاي؟ قلنا لك في 5 طرق ممكن تمشي عليهم. رقم واحد انك تقرا على الاقل 3 ل 4 ستاديز موجودين في الموضوع اللي انت بتدور عليه. هنفترض موضوع مثلا نيو اوستيوارثرايتس مثلا، او انك انت بتدور على حل ل حاجات ليها علاقه مثلا بالمايجرين او الكلام ده كله، فانت بتقرا من 3 ل 4 ابحاث عن الموضوع ده عشان تشوف ايه الجاب الموجود، يعني ايه الحاجه اللي لسه العلم ما عرفش حاجه عنها، فانت فكرتك البحثيه دي هتسد الجاب ده، فبالتالي المجله تبقى عايزه تاخد البحث وتنشره عشان تقول انها ساهمت في سد عجز في الليترتشر. ودي برضو محتاجه مهاره انك انت تعرف تطلع الداتا اللي انت عايزها وتعرف تراقب وتشوف وتقرا وتحلل والكلام ده كله. الطريقه الثانيه عن طريق حاجه اسمها كلينيكال براكتس جايد لاينز، اللي هي الحاجات اللي المفروض بنسميها الارشادات، ارشادات ممارسه المهنه. دي المفروض مجموعه من الاكسبرتس، مجموعه من الخبراء يقعدوا مع بعض لسنين معينه عشان في الاخر ينزلوا لك زي كتيب كده من الارشادات، ازاي تعمل تشخيص، ازاي تعمل علاج، ازاي تعمل كذا، ازاي تعمل ريفيرال، ازاي مش عارف ايه. واشهرهم طبعا بما ان انا راجل بتاع ماسكو سكالتال ديس اوردرز، يعني ان هو اشهرها طبعا جاسبت، يعني كلنا عارفين جاسبت اللي هي جورنال اورثوبيديك اند سبورت فيزيكال ثيرابي، هي اكتر مجله بتنشر دايما كلينيكال براكتس جايد لاينز وبنستناها من فتره لفتره. انا يعني هستاذنكم لو ممكن نفتح حتى مع بعض. هو لما انا عملت اسكيب هل الصورة راحت ولا الصورة لسه موجودة؟ يعني انتوا شايفين لسه السكرين؟ لسه ظاهرة يا دكتور. طب كويس كده ممتاز. يعني لو احنا دورنا هنا على الجوسبت شايفة الكارت. تمام كويس جدا. طيب احنا بنفتح قدام حضراتكم دلوقتي يعني واحده من كلينيكال براكتس جايد لاينز المشهوره لجوسبت عن الكاربل تانل سندروم. ولو احنا بصينا كده في الـ مثلا هنفترض الجزء الخاص بالتريتمنت، مثلا لو انا بدور على ازاي اقدر اعالج بطريقه مظبوطه، فلنفترض مثلا استخدام الانترفرنشال كارنت، فبيكتب لك بقى دراسات قالت ايه وعملت ايه والكلام ده كله، لكن هتلاقي في الاخر موجود، يمكن مش موجوده بقى، هتبقى موجوده في الالترا ساوند. طيب هتلاقي في الاخر مكتوب هنا دكتور مثلا في الالترا ساوند. ايوه آسف لو بقطع حضرتك، بس اتفضل. السكرين مش ظاهر، ظاهر بوينت بس. طيب حاضر، ثانيه واحده ثانيه واحده. لا هي يا دكتور السكرين ظاهرة، ممكن يكون النت عند الدكتور مش كويس. طيب هي كده دكتور ظاهره، كده ظاهره قدام حضراتكم. طيب هي اللي ظاهر باوربوينت يا دكتور. ظهر باوربوينت. ظاهر باوربوينت. طيب ثانيه واحده، ممكن عملت حاجه غلط في تمام السكرين كده شويه. ظهرت. تمام كده يا دكتور، كده كده تمام. تمام. طيب اوكي. طيب نرجع تاني للصوره. كنت زي ما اتفقنا كده لو انا فتحت الكلينيكال براكتس جايد لاينز بتاع جوسبت
في 2019 بالنسبه للكاربل تانل. لو جيت عند الالترا ساوند هتلاقي انه برضه بيحكي لك ان في دراسات بليفل معين من الافيدنس، لكن في الاخر هتلاقي مكتوب كلمه جابس نوليدج. كلمه جابس نوليدج معناها ان احنا بعد كل التحليل اللي عملوه للدراسات اللي كانت على الالترا ساوند وتاثيرها على الكاربل تانل، لقوا ان في مشكله على ان مش عارفين نعرف الديفرنس بين الثيرمال والبلس الترا ساوند بالنسبه للناس اللي عندها كاربل تانل سيندروم. يعني شوف بعد كل السنين دي من الابحاث العلميه ستيل عندنا جاب، حاجه ممكن تكون بالنسبه لك ما كانتش في البال ولا الحسبان، انك انت مش عارفين لحد دلوقتي لما نقارن الناس اللي بتاخد كونتينيوس الترا ساوند بالناس اللي بتاخد بلس الترا ساوند مين فيهم احسن. ده جاب، يعني ده انت ممكن تعمل بيبر سهله جدا، العينين متوفرين، الاجهزه كلها متوفره، تقدر تعمل بيبر حلوه جدا جدا وتنشرها في مكان دي مستريح، يعني ما بين كيو 1 لكيو 2. ليه؟ لان انت يعني هتاخد طبعا الريفرنس بتاعك في الفكره البحثيه ان في براكتس جايد لاينز قالت ان عندنا جاب كبير زي ده وانت بتسده، فانت على الاقل ضامن انك انت يعني موجود في مكان كبير. فده برضو من ضمن الاماكن اللي انا ممكن الجا لها لما اكون عايز ادور على فكره بحثيه، شايف مثلا عندي ريت في العياده عدد كبير من مرضى الكاربل تانل، خلاص الالترا ساوند موجود في كل حته، تقدر تعمل بي بيبر حلوه جدا جدا بسامبل سايز محترم وتقدر تنشرها في مكان كبير على طول. في من ضمن الحاجات التانية حاجة اسمها سكوبينج ريفيو. طبعا احنا عندنا الدراسات بتقسم إلى برايمري ستاديز وسكندري ستاديز. الدراسات السكندري اللي هي مبنية على يعني في اوريجينال داتا اتنشرت، وأنا هاخد بقى الاوريجينال داتا دي أبدأ أعمل لها تحليل ثانوي سكندري أناليسيس. فمن ضمن الأنواع دي نوع اسمه سكوبينج ريفيو. حتى يعني لو شفنا كلمة سكوبينج معناها عامل زي النظارة المكبرة كده، انك انت بتعمل سكوبينج ريفيو على موضوع معين وبتعمل نظره شامله، بتقول لي بقى كل الدراسات قالت فيه ايه، ايه نوع التريتمنت اللي استخدم، ايه البارامترز اللي موجوده، طب ايه الجندر اللي استخدمناه، طب ايه كذا، طب ايه كذا، بيسلط الضوء اكتر على الدراسات. فانت تقدر تشفط منه بقى فكره بحثيه لما تلاقي ان في مكان معين فاضي، يعني في نقطه معينه ما اتغطتش، ما فيش حاجه اتعملت عليها، ما تشافش مثلا تاثيرها على الكواليتي اوف لايف، ما تشافش مثلا تاثيره على الاولد ايج مثلا، ما تشافش مثلا على الناس اللي عندها كوموربيديتيز مثلا. فبيبقى دي فرصه ليك انك انت تقدر تخطف منها. يعني هنفترض ان انا مثلا بحب السريبرال بالسي، خلاص هكتب مثلا اكسرسايز ثيرابي اند سريبرال بالسي اند سكوبينج ريفيو، هيطلع لي في الاخر سكوبينج ريفيو عن الموضوع ده، عرفت كده ايه الجاب اللي موجود بالنسبه للاكسرسايز ثيرابي في حالات السي بي، اقدر اعمل منه دراسه، ودي اكيد برضو هتروح في حاجه تبقى كيو 1 او كيو 2. في بقى نوع تاني من الريفيو اسمه مابينج ريفيو. المابينج ريفيو هو من اسمه هو بيعمل زي تخطيط، يعني بيعمل لك تخطيط كده زي حاجه فيجوال قدامك كده، بيوريك الدراسات دي شكلها عامل ازاي، فين الجاب، هتلاقي فيه حتت فاضيه، الحتت الفاضيه دي معناها في جاب. وده يعني سهل جدا حتى لو انت مش راجل متخصص في قرايه المابينج ريفيوز، تقدر تخطف منه على طول حاجه وتحطها في فكره بحثيه وتقدر تعمل بيها بحث قوي جدا. هنفترض انك انت مالكش اي حاجه في الاربعه دول، خلاص الجا لاكسبرت، شوف حد يبقى خبير في الجزء اللي انت بتدور عليه، مثلا حد يكون اكسبرت في النيورو ريهابيليتيشن مثلا، يعني استاذنا الدكتور طبعا وليد طلعت مثلا تروح تلجا له، مثلا لو نتكلم مثلا في العظم مثلا تلجا للدكتور محمد سرحان، في الميكانيكا تروح مثلا للدكتور رفيق رضوان. يعني في اكسبرتس معينين تقدر تقول لهم طب قولوا لي ايه الجاب اللي انتم شايفينه من خلال قراياتكم وخبرتكم والكلام ده، وتقدر تعمل بيها برضو فكره بحثيه. طب هنفترض ان انا برضو ماليش في اي حاجه من الكلام ده وما اعرفش حد ومش عايز اكلم حد. في طبعا مؤسسه كبيره جدا اسمها كوكرن، ودي من اهم المؤسسات اللي بتشتغل في تحليل الافيدنس، الافيدنس سنترز. كوكرن عامله حاجه اسمها كوكرن ريهابليتيشن، يعني عامله مؤسسه كامله فقط للابحاث او تحليل الافيدنس الخاص بالعلاج الطبيعي، وليها حاجه اسمها نيوزلتر، في زي كده عدد شهري بينزل ليها وبيتبعت على الايميل من خلال اللينك اللي قدام حضراتكم، بتخشوا تشتركوا فيه وبيجي لك كل شهر زي عدد كده في مجموعة أخبار جديدة وحاجات كوكرن لقيتها والكلام ده كله، تقدر بكل سهولة تاخد منها فكرة بحثية على طول وتشتغل بيها وتشوف بقى إيه الحاجات اللي ناقصاك والكلام ده كله. يعني أعتقد إن أنا لو الإيميل بتاعي شغال في الكمبيوتر ده هيبقى سهل أوي، أعتقد إن أنا يعني أحاول أشوف لكم مثلا طريقة كده إن إحنا نبص على العدد في شهر 7 أساسا. كنت دقيقة واحدة. ده هنا العدد بتاع شهر 7 بتاع كوكرن،
فانا كنت يعني لسه بقرا صدفه امبارح، فلقيت ان في تقريبا فكره بحثيه لقطتها بالنسبه للناس المتخصصه اكتر في الشغل بتاع البطنه وبطنه والكارديو بالمونري والتشست والحاجات دي كلها. ده هنا زي معمول كده امبريلا ريفيو للسيستماتيك ريفيوز اللي معموله على التاهيل بتاع الاشخاص اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز، من خلال بس حاجه بسيطه جدا جدا ان احنا لقينا ان في هنا زي ما حضراتكم شايفين هنا كده. لا انا لسه ما قريتش البيبر، يعني انا من غير ما اقرا البيبر اوتوماتيكلي جالي الجاب قدامي اهو في الكونكلوجن مكتوب تحت في الاخر خالص: However, our findings highlight the lack of high certainty evidence about hard endpoints, particularly total mortality. يعني احنا عندنا داتا كتير على حاجات مثلا معينه زي مثلا مش عارف الهارت ريت والبلاد بريشر والاجكشن فراكشن والكلام ده كله، لكن ما عندناش داتا على تاثير الكلام ده على التوتال مورتاليتي اللي هو معدلات الوفاه. فممكن حاجه زي كده تبقى في الفيوتشر ريسيرش تبقى يتم اخذها في الاعتبار. فدي فكره جاهزه، يعني فكره جاهزه انك انت تشوف اي وسيله من وسائل العلاج. لو انت مثلا شخص بتحب البطنه وعندك يعني اكسس لحاجات في الداخلي والكلام ده كله، خلاص عندك فكره بحثيه موجوده هتشوف الناس اللي عندها سكيميك هارت ديزيز دول كتير، شريحه كبيره على فكره، وتقدر تجرب عليهم حاجه زي كده وتحط من ضمن الاوتكمز اللي هتقيسها التوتال مورتاليتي، كام واحد هيتوفى وكام واحد هيعيش. دي لوحدها تضمن لك انك انت هتروح في مكان كويس جدا، وفكره بحثيه هيتاخد منها سايتيشنز كتيره ويجي لك بيها فكره مؤتمرات وحاجات زي كده. دي بس حاجه صغيره جدا من النيوزلاتر بتاعت كوكرن. طب هفترض ان انا برضو ماليش في كل الكلام ده، ولا عايز اشترك في حاجه، ولا عايز الايميل بتاعي كل شهر يجي له حاجه، خلاص هخش على موقع اسمه كول فور بيبر. ده يعتبر زي كده اندكس كبير جدا جدا بيجيب لك كل الدعوات اللي بتوجهها المجلات للباحثين عشان ينشروا فيها ابحاث. المفروض كل مجله طبعا بيبقى ليها اعداد ثابته، هنفترض مثلا مجله بتنشر 12 عدد في السنه، يعني كل شهر بتنشر عدد، بس عندها سبيشال ايشو كده بيبقى عندها زي عدد خاص بيبقى مثلا عن حاجه متخصصه قوي، يعني مثلا تاثير الاكسرسايز في حالات الجيرياتريك. فانت كده معناها انك انت عايز يعني ابحاث معينه عن الجيرياتريك، يعني عن تاثير الاكسرسايز في الجيرياتريك بيشنتس. فلو انت عندك بحث زي ده تقدر تقدمه للمجله دي على طول. او لو هنفترض انك انت ما عندكش بحث، بقى عندك فكره ان المجله دي عايزه حاجه زي دي، فانت تدور على فكره بحثيه ليها علاقه بالاكسرسايز والجيرياتريك وتشتغل فيها على طول. فده كده يعتبر ملخص سريع لازاي اقدر اجيب فكره بحثيه تبقى سوليد، تبقى نوفل، تبقى جديده، وفي نفس الوقت برضو تبقى اتراكتيف. لو انا بتكلم على ماركتينج بقى كتسويق، ان انا دلوقتي مثلا هعمل ريفرنس، لو انا بتكلم على الكاربل تانل، فكره الكاربل تانل انا هعمل ريفرنس لجوسبت، فبالتالي كل الناس اللي بتقرا جوسبت هتاخد بالها ان في ريفرنس تاخد منها في المجله الفلانيه اللي انت نشرت فيها البحث الجديد بتاعك. فكده بقى في ديبيت بتتعمل على الموضوع بتاعك، بقى في ناس بتغطيه، في ناس على تويتر بتتناقش عليه، فانت كده ضمنت اكسبوجر كبير جدا. فده سريعا كده السيشن الاولانيه الخاصه باختيار الفكره البحثيه. قبل ما ادخل في سيشن 2، هل اي حد عنده اي استفسار او عنده اي سؤال بخصوص الجزء ده؟ طيب اظن ان محدش عنده اي استفسار او اي حاجه. طيب هندخل بقى على سيشن 2. هي سيشن 2 تعتبر بس تعريف ببعض المصطلحات الدارجه في المجال، مجال البحث العلمي. هتلاقي مصطلحين دارجين جدا جدا، حاجه اسمها مانوسكريبت، حاجه اسمها ارتكل. وايه الفرق بينهم؟ لما اقول كلمه مانوسكريبت يبقى انا بتكلم على درافت، يعني انت دلوقتي بتكتب الفكره البحثيه بتاعتك وبتحط اسمك عليها وبتحط بقى كل المعلومات وكل الريفرنسز والسيتيشنز والكلام ده كله. ما دام البحث بتاعك بعته للمجله ولسه ما جالكش خطاب قبول يتسمى مانوسكريبت. اول ما يبقى 12 خلاص، شفته في عدد او شفته في مجلد او شفته اونلاين، يتسمى ارتكل. طيب ايه الفرق بين مانوسكريبت وارتكل؟ لو انا بقى بتكلم ان ايه الهدف، يعني ايه الهدف ان انا اعرف الفرق؟ عشان لما بتيجي تخش على حاجه اسمها اوثر جايد لاينز، المفروض كل مجله تطالك ارشادات معينه ازاي تعمل فورماتنج للبيبر بتاعتك، تحط ايه قبل ايه، تحط ايه بعد ايه، حجم الصور، عدد الجداول المسموح بيه، عدد الكلمات، عدد الريفرنسز. ففي حاجات بتبقى بعض المجالات اللي هي بالذات السمول بابلشنج هاوس او الحاجات اللي دار النشر اللي هي صغيره ما عندهاش عدد من العماله انه يقدر يشتغل في تظبيط بقى الحاجه قبل ما تنزل اونلاين،
والتصليح اللغوي والمش عارف ايه والكلام ده كله. فممكن يبقى مكتوب حاجه اسمها مانيسكريبت جايد لاينز وحاجه اسمها ارتكل جايد لاين. المانيسكريبت يعني انا بكلمك الدرافت اللي هتبعته لي شكله عامل ازاي. بعد القبول ممكن اطلب منك كمان شويه تعديلات او شويه اشكال معينه او فونت معين، او انك انت تلتزم بالتمبلت بتاعت المجله. فلو انت مش عارف الفرق بين الاثنين غالبا غالبا هتعمل خطوه قبل خطوه. دي حصلت معايا انا في اول مشواري لما بدات اشتغل كلينيكال ريسيرش، ان انا ما كنتش فاهم الفرق. فكان مكتوب ارتكل جايد لاينز ان هو المفروض ان الابحاث الاكسبتد، عشان المجله دي من بولندا، فلما الابحاث بتبقى اكسبتد المفروض بتوديها لمصحح لغوي على حسابي انا الشخصي، وهم مسمين اسمه والايميل بتاعه، وبتبعت له البحث بتاعك وبتدفع 90 يورو. فانا ما فهمتش هو قصده ايه، فقلت خلاص ابعت البحث للراجل. وده فعلا بعت فعلا البحث للراجل وقلت له ان عايز تصحيح لغوي ليه، ودفعت 90 يورو. واكتشفت في الاخر ان هو بعد ما بعت للمجله الريسيت وبعت لها البحث بعد التصحيح اللغوي، قال لي لا ده المفروض بعد ما يتقبل البحث انت تروح تبعته للراجل، لكن ما تبعتوش من بدري. فده دكتور كلفني لويس، 90 يورو. ايوه هو الباوربوينت بس مش ظاهر. الباوربوينت مش ظاهر. كويس انك قلت لي، شكرا جزيلا. طيب ظاهر كده يا دكاتره؟ لا لسه. لسه برضه ما ظهرش. كده تمام ظهر. فزي ما اتفقنا ان المانيسكريبت هو اي حاجه لم تقبل بعد في المجله. طول ما انت بتتكلم على الدرافت، بتتكلم على الريفيجن، بتتكلم على اي حاجه، فكل ده اسمه مانيسكريبت. لما تيجي تقرا الاول في الاوثر جايد لاينز ركز على كلمه مانيسكريبت جايد لاينز، او الحاجات الخاصه بالفورمات بتاع المانيسكريبت. المجالات الكبيره يوجولي مش محتاجه تقول لك في ارتكل جايد لاينز، لان الكلام ده بيتعمل من جوه دار النشر. هي ليها اوريدي بقى ناس متخصصه في التصحيح اللغوي، ناس متخصصه في الكتابه، في تظبيط الصور الريزولوشن بتاعها، يعني هم ليهم متخصصين في حاجات زي كده، فمش هتلاقي الكلام ده. لكن المجالات اللي هي لسه صغيره ودار النشر صغيره غالبا هتطلب منك يبقى في ارتكل جايد لاينز برضه، فما تسبقش حاجه قبل حاجه، ده توفيرا كمان للفلوس يعني. طيب في كلمه مشهوره جدا بتتقال، ان فين الريفرنس بتاع الكلام ده؟ لما حد تقول له مثلا معلومه عن افكتيفنس بتاع نوع من انواع المانيو ثيرابي ولا حاجه، يقول لك طب فين الريفرنس بتاعه؟ فكلمه ريفرنس او الاستشهاد ده اللي هو الريفرنس اللي انت بتشوفه، اللي هو اسماء الاوثرز في السنه اللي اتنشر فيها، بتايتل بتاع البحث بتاعه، واتنشر في انهي مجله، وعدد الصفحات كان قد ايه، او الرينج بتاع الصفحات فين، والمجلد رقم كام والعدد رقم كام، وممكن يكتب لك كمان لينك للبحث نفسه. ده اسمه ريفرنس على بعضه كده، اسمه ريفرنس. لكن لما يتم الاستشهاد بيه داخل المتن بتاع الكلام او متن بتاع المانيسكريبت يتسمى سايتيشن. هنا بقى بتبقى في مشكله كبيره، ان في مجلات بتطلب منك ايه بقى في الجايد لاينز، تقول لك لو سمحت انا عايز السايتيشن بتاعك يبقى مثلا بالستايل بتاع الاي بي اي مثلا، لكن عايزك لما تيجي ترتب لي الابحاث ترتبها لي فانكوفر. طبعا دي مجلات بتبقى بالنسبه لي انا سخيفه. سخيفه ليه؟ لان انا محتاج كده اشتغل مانيوال، لان هيبقى صعب قوي من الان نوت او من مندلي او اي ريفرنسنج سوفت وير انك انت تقعد تظبط بقى السيتيشن ازاي والريفرنس هيبقى ازاي والكلام ده. ف keep in mind انك انت لما تيجي تقرا الاوثر جايد لاينز تاخد بالك من طلباتهم للسيتيشن ازاي وطلباتهم للريفرنس ازاي، لان زي ما قلت لك ممكن يكون كاتب لك ريفرنسنج اي بي اي ستايل، فتقوم انت كاتب خلاص الريفرنس بتاعك اي بي ستايل، تبعت البحث للمجله يترفض. رفض ليه؟ اصلا انت مش ملتزم بالاوثر جايد لاينز. طب ايه الاوثر جايد لاينز؟ الاوثر جايد لاينز ان السيتيشن كان يبقى مثلا عن طريقه مثلا ام ال اي او شيكاغو او فانكوفر او وات ايفر. فخد بالك من المجالات السخيفه اللي بتطلب السيتيشن عكس الريفرنس. لكن طبعا في مجالات معتدله وعاقله بتطلب منك على طول انك انت تخليه كلهم فانكوفر، كلهم اي بي اي وات ايفر يعني. طبعا في مجلات، وده بقى الدارج دلوقتي على فكره، ان المجلات بقت فري فورماتنج. يعني ايه فري فورماتنج؟ يعني خليك بس معتدل في الحاجه بتاعتك. يعني لو هتستخدم مثلا السيتيشن بالاي بي اي فورمات يبقى هيبقى الريفرنسز كمان برضو بالاي بي اي فورمات، وكده حلو قوي. لكن ما تكونش عامل لي بقى حاجه والريفرنس حاجه، ده بيسموها فري فورماتنج يعني براحتك، من غير بقى ما تقعد توجع دماغك بقى بسيتيشن ولا حجم فونت ولا شكل فونت ولا الكلام ده. بس المهم تكون الشكل العام الاطار العام متفقين عليه وموجود برضو ودي حاجه بقى بتوقع للاسف الابحاث بتاعتنا، فكره الترايل ريجستريشن.
فكره انك انت ما بتسجلش الكلينيكال ترايل بتاعتك او ما بتسجلش البحث بتاعك على بلاتفورم زي مثلا clinicaltrials.gov او بان افريكا، بتنسى، ما بتاخدش بالك. خد بالك انك انت بيبقى من ضمن الايررز بتاعتك وانت بتنشر اي ابحاث انك ممكن تقع في حاجه اسمها reporting bias، ودي من اكتر الاسباب اللي بتخلي البحث يترفض، انك عملت حاجه اسمها reporting bias. يعني ايه reporting bias؟ دلوقتي انا راجل كانت فكرتي البحثيه ان انا مثلا الفكره بتاعت الكاربل تان اللي قلنا عليها، اقارن بين الثيرمال الترا ساوند اللي هو الكونتينيوس والبلس الترا ساوند، وهقيس مثلا البين، وهقيس مثلا الفانكشن، وهقيس مثلا الكوندكشن فيلوسيتي والديستليتنسي، وهقيس كذا حاجه تانية. فانا لما جيت اشتغلت لقيت ان في تحسن في الالم بس ما فيش تحسن في الفانكشن وما فيش تحسن في الكوندكشن فيلوسيتي، فقمت انا ماحي البيانات بتاعه المرضى اللي ليها علاقه او الداتا اللي طلعت ليها علاقه بالحاجات الوحشه ونشرت الحاجات البوزيتيف بس. فده كده معناه ايه؟ معناه ان عندي بايس، في كده ايرور، انا عندي في تحيز من الباحث انه عايز يطلع نتائجه انها بوزيتيف، وده طبعا يعني خطا تكنيكال كبير جدا ويتسبب في رفض البحث. طب نعرف منين انك انت وقعت في ريبورتنج بايس ولا لا؟ سجل لي الاول البروتوكول بتاعك في البدايه خالص قبل حتى ما تعمل انرولمنت للفيرست بارتيسيبنت، يعني قبل ما تدخل اول عيان عندك في دراسه سجله الاول، وبعدين لما تيجي تنشر قول لي بقى ده الترايل ريجستريشن لينك بتاعي، يخش الريفيور عليه يبص يلاقي انك انت فعلا ملتزم بالاوتكمز اللي انت اخترتها ونشرتها بما يرضي الله. طب هفترض انك انت مثلا قلت انا هقيس كوندكشن فيلوسيتي وللاسف الجهاز بقى باظ، اتحرق، جهاز حصل فيه اي تكنيكال فولت، الراجل اللي كان بيشغله مش موجود، مسافر بره او حاجه، فبعد ما سجلت الكلينيكال ترايل هتضطر تشيل. مفيش مشكله، شيل، طول ما انت ترانسبيرنت الناس هتحترمك، طول ما انت بتتلاعب للاسف ده اللي بيبقى سبب كبير في الرفض. فضروري تسجيل اي حاجه هتتعمل على بشر، حتى لو هتجمع بيانات، حتى لو هتجمع بيانات اونلاين. فانا بكلمك على حتى يعني الكترونيك سيرفي، هتبعت استبيان الكتروني لازم برضو تكون مسجل الفكره البحثيه بتاعتك على اي حاجه من الكلينيكال ترايل ريجستريشن بلاتفورمز اللي قدام حضراتكم، لان دي خطا لوحده تكنيكال، يعني خطا يودي البيبر في اماكن وحشه او انه يترفض اصلا. مشكله المشاكل بقى ان طبعا الاوثرز اللي هم المؤلفين بتوع البحث بيبقى المفروض بيختاروا واحد او اثنين بحد اقصى يكونوا كورسبوندينج اوثرز، يعني يكونوا هم المسؤولين عن المراسله، المؤلف المراسل. يعني ايه المراسل؟ يعني ده الشخص اللي المفروض المجله هتخاطبه لما تيجي تسال على اي حاجه او لما تيجي تبعت له مثلا قرارات معينه او الكلام ده كله، وده المسؤول عن يبقى حلقه الوصل بين بقيه الاوثرز وبين المجله. المشكله بقى ان احنا للاسف ساعات بنختار الكورسبوندينج اوثر يكون حد مثلا العادي بتاعه ما بيردش، او العادي بتاعه ان هو مشغول طول الوقت، او العادي بتاعه ان هو بيسافر كتير، فده خطا بقى يودي البحث كله في تاخير وضياع وحاجات زي كده. وممكن يبدا يحصل بقى خلافات بين الاوثرز بسبب كده، انك انت بتسال على مثلا هو اخبار البحث بتاعي ايه، طب اتقبل ولا ما اتقبلش، طب بعتوا لك ريفيو ولا لا، طب انت ما بتردش، فاقوم باعت انا للمجله من وراك اسالها، فالمجله تستغرب تقول لك الله ما هو مش في كورسبوندينج اوثر، انت ليه بتبعت لي من وراه كده. المجله تبدا تحس ان في خلافات بين الاوثرز، وغالبا الاديتور بيميل انه يرفض البحث ويتلكك بقى. ليه؟ لان هو اكبر مشكله بتواجه اي مجله في الدنيا خلافات المؤلفين، لان ممكن بكل بساطه مؤلف يكون كاتب اسم واحد مثلا مش عايز يدخل البحث، وبعد ما اتقبل رفع قضيه على المجله، وانا ماليش دعوه، انا ما اعرفش مين ده وما اعرفش مين دول، فيرفع قضيه على المجله ويدخل المجله في لوغاريتمات. فطب انا ليه اخش في السكه دي كلها؟ ما في كورسبوندنج اوثر هو اللي خاطبني وانا خاطبه. فدي بتبقى حاجه برضو ان بروفيشنال بتتعمل، ان الناس بتبعت المجله من ورا الكورسبوندنج اوثر او من غير ما الكورسبوندنج اوثر يكون عارف هو ايه اللي بتوجه للمجله. والعكس صحيح، لما يكون برضو المجله بتبعت لك حاجات بتستفسر عن حاجه او طالبه فايل معين وانت بتتاخر في بعته، انت غالبا كده بتحط نفسك في الكاتيجوري بتاع انك انت راجل بتتلاعب. مثلا سالوك عن روداتا مثلا فاتاخرت ما بعتهاش، بيبعتوا مثلا طب عايزين نعرف الترايل ريجستريشن اتعمل فين، اصل مش واضح في المانيسكريبت فتتأخر، فبرضه يعني يوصل إحساس للإديتر إنك أنت راجل تتلاعب. كل الحاجات دي بتخلي الإديتر ياخد أتيتيود وحش ناحيتك. كلمة بلاجيريزم هي دي أكتر كلمة دارجة بالنسبة للناس اللي بتشتغل في ساينتفك رايتنج أو الكتابة العلمية، اللي هي السرقة الأدبية. المفروض إن أنا البحث العلمي بيمشي من، يعني لازم يكون فيه كده تراك اسمه إن أنا بستشهد دايما بدراسات سابقة، أو إن أنا بأيد كلامي عن طريق
ارقام او احصائيات، مفيش حاجه كده للهوا. يعني ما حدش يطلع يقول لي والله انا شايف ان تاثير الهاي انتنستي ليزر ثيرابي هيبقى احسن من اللو ليفل ليزر ثيرابي عشان ده هاي وده لو. التفكير المنطقي ده حاجه والبحث العلمي حاجه تانيه. هل في حاجه تؤيد الكلام ده؟ اه والله يعني في دراسه اتنشرت سنه كذا ودراسه اتنشرت سنه كذا. فبدل ما انت تكتب الكلام ده بطريقتك انت او بصيغه انت كاتبها، انت خدت الحاجه كوبي بيست زي ما هي ونشرتها انها بتاعتك. ده اسمه بلاجيريزم او ده اسمها سرقه ادبيه، وده طبعا اكتر سبب للرفض بالنسبه للمجلات. يعني هنفترض انك عامل بحث فكرته حلوه جدا ومعاك اوثرز كبار جدا وعامل كل البدع وماشي على الفورمات مظبوط واوثر جايد لاينز مظبوطه، بس نسبه السرقه الادبيه او البلاجيريزم بتاعك عالي، للاسف ده هيترفض ديسك ريجكشن. يعني ايه ديسك ريجكشن؟ يعني الاديتور هيرفضه بمجرد وصوله للمجله. يعني الاديتور اول ما ياخد البحث يبعت لك الريجكشن على طول، وانا مش عايز ابص على البحث بتاعك لان فيه سرقه ادبيه. فناخد بالنا ان دايما البحث العلمي بيبقى دايما مبني على النزاهه، وجزء من النزاهه انك ما تكتبش حاجه تاخدها من حد تاني تقول انها بتاعتك. انت تستشهد بكلامه بس تغير الصيغه وتكتبها بطريقتك، مش مجرد انك انت بتغير معنى، مش مجرد انك انت بتشوف مثلا كلمه كوندكت خليها كلمه بيرفورم. لا، ده كل ده مش ده ملوش دعوه بالكتابه العلميه، ده ليه دعوه انك انت بتقص وبتلزق، وده غلط. برضو من ضمن الاخطاء او الحاجات اللي بتطلب من المجلات فكره ان احنا دلوقتي هنشتغل على بشر، سواء البشر دول سلام، سواء دول اطفال، سواء دول كبار، سواء دول كوماتوز او مش كوماتوز، وات ايفر. مادام انت هتحط ايدك او هتاخد بيانات من شخص حي، يبقى لازم، او حتى والله حتى لو مش حي، لازم يبقى في موافقه اخلاقيه خدتها من جهه عملك او الجهه المسؤوله عن الرقابه على الشغل بتاعك. ما تنساش انك انت بتاخد بيانات من مرضى زي الاسم ورقم التليفون وبتصور بطاقه وبتعمل حاجات، كل الحاجات دي على فكره دي بيانات خاصه. لازم يبقى في حد، لجنه اخلاقيات كبيره راجعت الكلام ده وبتراقب عليك عشان ما يكونش في تلاعب بالبيانات دي، او انك انت هتبتز بيها الناس بعد كده، او انك انت هتخترق خصوصيه المريض او الكلام ده كله. ده غير ان طبعا الاثيكال كوميتي دي المفروض انها مسؤوله عن انها تبص على كل حاجه تشمل البحث، من اول ايه الهدف من البحث، ايه الاستفاده من البحث، هتستخدم ميثودولوجي عامله ازاي، الاجهزه اللي انت هتستخدمها دي ايه الضرر المتوقع، طب لو في ضرر الضرر ده انت ازاي هتعرف تعمل فيرست ايد، طب الضرر ده برضو حجمه قد ايه. حتى الاعلان اللي انت هتنزله، حتى الاعلان عن انك انت عامل بحث والكلام ده كله، الكلمات المستخدمه هل فيها حاجه ممكن تثير المرضى او انها تضايق المرضى او انها تكون خاصه بالدين او بالعرق او بالاصول او بالكلام ده كله. فدي طبعا اللجنه دي بتبقى لجنه كبيره طبعا، بيبقى فيها مفروض متخصصين وغير متخصصين، فيها محامين، فيها ناس من اللي علاقه بالاتش ار، ممكن يكون فيها ممثل من الازهر، ممثل من الكنيسه وهكذا. ما ينفعش حاجه تتعمل على مرضى، وخصوصا لو حاجه فيها تريتمنت بالذات، وما يكونش تمت اخذ موافقه لجنه قيم. طبعا لجان القيم دلوقتي موجوده في جامعه القاهره، موجوده اعتقد في جنوب الوادي، في كفر الشيخ، في بني سويف، وبنها اعتقد يعني اغلب الجامعات دلوقتي بقت فيها لجان قيم. لازم الاول تبعت الابلكيشن يتوافق عليه تقدر تشتغل. اياك تحط ايدك على حد او تاخد بيانات من مرضى قبل ما تكون خدت موافقه لجنه قيم، عشان ده دفاع ليك وحمايه ليك قصاد ده اللي يضمن لك قوه قصاد المرضى. حاجه برضو بتطلب بكثره حاجه اسمها اورك اي دي، اللي هو بنسميها احنا اوبن ريسيرشر اند كونتريبيوتر اي دي. طبعا احنا لما بننشر بننشر باسمنا، انا مثلا بنشر باسمي محمد المليجي، لكن محمد المليجي ده موجود مثلا في كليه علوم، وموجود مثلا في كليه زراعه، وموجود في كليه كذا وكليه كذا وكليه كذا. فسهل قوي قوي ان ممكن حد ياخد، عشان مشتركين في نفس يعني مشتركين في نفس الاسم، اقدر اسرق منه ابحاث واحطها في البروفايل بتاعي واقول ان دي بتاعتي. فلقينا ان الاسماء مشتركه، فاذا كده لازم هندي لكل واحد من الباحثين دول رقم معين بنسميه اورك اي دي. كل المجلات هتطلبه منك، مفيش مجله مش هتطلب منك الكلام ده، هيطلب منك انك يكون ليك حاجه اسمها اورك اي دي، وممكن تعمله النهارده. يعني يستحسن الناس اللي ما عملتوش وناوي تشتغل بحث علمي تعمله النهارده، سهل جدا والموضوع مش معقد، بالعكس طلباته بسيطه جدا. لكن ده هيديك رقم، الرقم ده المفروض ان هو يعني حاجه زي ما بنسميها كده حاجه يونيك، يعني مفيش اتنين هيشتركوا في نفس الرقم. فبالتالي لما اجي انشر محمد المليجي بتاع مثلا علاج طبيعي، يبقى البحث هيجي لي انا، مش هيجي لواحد تاني في كليه زراعه ولا مثلا في كليه علوم او الكلام ده. اخر حاجه في السيشن دي قبل ما نشوف لو في اي اسئله عندكم، زي ما احنا في المهنه بتاعتنا واحنا بنشتغل
بندور على الجايد لاينز، بندور على الارشادات ازاي اعالج صح، ازاي اعمل الاكزامينشن صح، ايه التستات السنسيتيف، ايه الحاجات السبيسيفيك، ايه الحاجات اللي كذا. برضه في الكتابه العلميه وبرضه في نشر لازم تكون على الجايد لاينز. اشهر مكان يدي جايد لاينز ويعتمد فيه كل انواع البحوث هو موقع اسمه اكويتر نتورك. اكويتر نتورك هو عباره عن ويب سايت كبير فيه كل الريبورتنج جايد لاينز بتاعت اي ستادي ديزاين انت بتدور عليها، ايفن حتى لو بتكتب كلينيكال براكتس جايد لاينز، يعني حتى لو انت اللي هتكتب بقى الارشادات ستيل برضه في لازم جايد لاينز تمشي عليها وفي تشيك ليست لازم تمشي عليها، عشان لما تيجي تبعت الكلام ده للمجله، المجله بتبقى واثقه انك انت باحث عارف خطواته وعارف شغله وماشي اكوردنج للجايد لاينز، مش ماشي كده بتكتب اي حاجه من عندك. فدي مهمه جدا انك انت ترفقها في اي بحث انت هتنشره، لان ده بيعلي يعني من المستوى بتاعك او الانطباع بتاعك بالنسبه للمجله وبالنسبه للريفيورز وبالنسبه للاديتور. لكن لما انت ما بتبعتهاش او ما بتكتبهاش او ما بتقولش انك انت مشيت على الجايد لاينز دي، غالبا غالبا يا حاجه من اتنين، يا الاديتور هيطلب منك تبعت له الحاجه دي لانها ناقصه، او غالبا هيرفض البحث لانك انت ماشي كده ايه ماشي بدماغك وده مش مسموح في البحث العلمي. ده كده كان ملخص سيشن 2 سيشن 1 بشكل او اعتقد دي كانت سيشن 2 تقريبا، اللي هي بس المصطلحات الدارجه اللي انتوا هتقروها في كل الابحاث وكل المجلات اللي انتوا هتنشروا فيها ان شاء الله. حد عنده اي استفسار او حد عنده اي حاجه عايز يسال عليها بالنسبه للسيشنز اللي فاتت؟ دكتور، النقطة بتاعت البلاجيريزم ممكن حضرتك توضحها؟ حاضر. طبعا البلاجيريزم ده قصه كبيره، يعني البلاجيريزم ده محتاج طبعا محاضره لوحده، لكن هو باختصار شديد البلاجيريزم هي فكره ان انا لما اجي اكتب بحث المفروض ان انا المتن بتاعه يكون من كتابتي انا، من يعني من الصيغه اللي انا يعني صيغه الكتابه بتاعتي انا، لكن ما يكونش ان انا خدت الكلام كوبي بيست حطيته عندي وقلت ان ده بتاعي. لو انت خدت حاجه كوبي بيست اعرف انك انت وقعت في، لا البلاجيريزم ده انواع، يعني مثلا في حد يقول لك طب بص على حاجه، انا مش هاخد البحث كله، انا هاخد الجمله دي من البحث ده واخد الحته دي من البحث التاني واخد الباراجراف ده من البحث التالت واخد اوكي ده اسمه باتش بلاجيريزم، يعني انت كده وقعت في حاجه اسمها باتش بلاجيريزم انك انت باتشز بقى، يعني عمال بتاخد زي بؤر كده، بتاخد بؤره من هنا وبؤره من هنا وبؤره، لما تيجي تجمعهم ما هو ستيل برضه الجمل دي مش بتاعتك، وستيل برضه دلوقتي البلاجيريزم ديتكشن سوفت ويرز بتجيب الكلام ده وبتجيب انك انت راجل عامل سرقه ادبيه. بالعكس ده دلوقتي البلاجيريزم سوفت ويرز دلوقتي بقت بتجيب كمان انك انت مستخدم الاي اي، يعني عندها قدره دلوقتي على تتبع كمان استخدامك للذكاء الاصطناعي. ففكرة البلاجيريزم هي فكرة انك انت كتبت حاجة في البحث او ممكن صورة، بلاش هقول لك بلاش كتابة، يعني بلاش دايما ألمت الموضوع لكتابة، خدت صورة من غير اذن صاحب الشأن ده، انت مثلا عايز تريفرنس مثلا صورة اناتومي او في حاجة معينة في بالك عايز توصفها، قمت واخد صورة من حد وحطيتها زي ما هي، ده في حد ذاته بلاجيريزم لان انت ما خدتش الاذن بتاعه حاجة زي كده. طبعا المجلة لما بتلاقي في صورة بتعمل لها برضه بلاجيريزم ديتكشن، يعني برضو يعني بتخش برضو برنامج وبتشاف هل فعلا الصوره دي تم اخذها من غير موافقه كذا، ولو لقوها انها متاخده من غير موافقه بترفض البحث، لان ده برضو بلاجيريزم. فالبلاجيريزم ده موضوع كبير قوي بس هو يعني يندرج تحت السرقه الادبيه، انك انت خدت حاجه كوبي بيست من غير ما تكون كتبتها بصيغتك. انت المفروض الاول بتقرا الحاجه وبتفكر فيها بشكل موضوعي وتبدا تكتب انت بطريقتك. حتى لو الطريقه دي على فكره يعني مش معنى انك انت راجل مثلا الانجليش بتاعك مش احسن حاجه معناه انك انت ما ينفعش تكتب، لا الكتابه ليها اصول، يعني الكتابه العلميه بالذات اسهل بكتير جدا من الكتابه مثلا الاكاديميك او الكتابه يعني الساينتفك رايتنج بالذات سهل، هي جمل قصيره واضحه كلها اكتيف فويس الا حاجات بسيطه تبقى باسيف فويس، يعني مش فيش تعقيد، لكن ما ينفعش تاخد حاجه كوبي بيست ده كده غلط. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمرو مع حضرتك. دكتور هو الصوت مش غريب عليك، دكتور عمرو مصطفى؟ دكتور عمرو مصطفى، مع يا خبر دكتور ده عمرو استاذي، ده دكتور عمرو مصطفى ده استاذي، يا خبر ابيض يا باشا، ده شرف كبير انك تكون موجود معانا النهارده والله، ويعني انا دخلت التاريخ كده والله. عفوا يا دكتور محمد، ربنا يوفقك. سؤالين صغيرين بس يا دكتور محمد. اه دلوقتي مهم. النسبة للترايل ريجستري، هل دي مانداتوري؟ يعني لو انا مثلا دلوقتي انا نسيت واشتغلت مثلا الجزء من العمل بتاعي من غير ما اعمل ترايل ريجستريشن، فهل دي مانداتوري وفعلا هتسقط البيبر ان هي تتنشر في اي جورنال؟ والحل ايه؟ تمام، ده السؤال الأول، كويس، في سؤال تاني؟ السؤال التاني، معلش، الاكويتر نتورك
يعني ايه الفرق بينها وبين الجايد لاينز اللي بتديها المجلة؟ اه تمام يعني اوكي حاضر حاضر تمام. حاضر طبعا دكتور عمرو استاذي، ويعني استمتعت بالشغل معاه سنين عمري وتعلمت منه كتير، فيعني شرف كبير انه يكون موجود معانا النهارده. الحاجه الاولانيه طبعا بالنسبه لفكره، ممكن ناخد سؤال بقى بالمشقلب، ناخد الجزء بتاع الجايد لاينز، ايه الفرق بين الاوثر جايد لاينز وبين الجزء الخاص بالاكويتر نتورك؟ يعني استاذنكم هرجع تاني كده نفتح البراوزر مع بعض مره تانيه، فهعمل سكيب عشان بس اعرف افتح البراوزر. دكاترة واضح قدامكم الصورة ولا مش واضحة؟ أنا فتحت ويب سايت، مش فاتح البرزنتيشن دلوقتي. لسه بتشير، هي دلوقتي اتفتحت. أه أوكي كويس أوي. طيب يعني دلوقتي مثلا قدامنا جورنال أوف كلينيكال ميديسن، مثلا لو أنا دخلت على المجلة نفسها هلاقي من ضمن الحاجات هنا عليها على الشمال instructions for authors، دي اللي هي الجايد لاينز بتاعت المجله، طالبه منك الدرافت اللي هتبعته لها هيبقى شكله عامل ازاي وفي طلبات عامله ازاي. بيقول لك مثلا في الاول انه بيسمح لك بالبري سبمشن انكويري، انك انت تختصر الطريق، تبعت الاول الابستراكت والتايتل بتاعك للاديتور يبص عليه يشوف هل ده مناسب ليه ولا لا، هل ده مناسب للمجله ولا لا، والكلام ده كله. طب والله وافق خلاص، مش معناه انه وافق ده معناه ان هو وافق على البحث، لا هو معناه ان هو ان البحث ده مناسب للمجله دي، لان يعني برضه من ضمن الاخطاء الشائعه ان الناس تبعت بحثها لمجله مش تبع التخصص. فطيب بعديها هيقول لك بقى سبمشن تشيك ليست، والله انا محتاج منك كذا كذا كذا، ادي نوع الببليكيشنز اللي بقبله، مثلا بقبل هنا الارتكلز الريفيو ارتكلز السكوبينج ريفيو بيبقى لي كذا، مش عارف ايه سبمشن، دي كلها زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا المجله دي محترمه لان فيها فري فورمات سبمشن، وبيطلب منك كفر لتر معين والاوثر ايدنتيفيكيشن وادي الاورج اي دي اللي احنا قلنا عليه، دي كلها ده كل الكلام اللي مكتوب ده بالنسبه للدرافت اللي هتبعته للمجله. لكن لما اجي اتكلم بقى على ايكويتر نتورك، انا بتكلم هنا على ايكويتر نتورك، هنفترض ان انا عامل بيبر، البيبر بتاعتي راندومايز كنترول ترايل، فهبص على من الحاجات من الـ يعني ريبورتنج جايد لاينز الموجوده، هلاقي في حاجه اسمها كونسرت جايد لاينز، بدوس عليها هلاقي ان انا مطلوب مني ان انا اعمل داونلود على حسب طبعا النوع الدراسه بتاعتك، لان طبعا جوه راندومايز كنترول ترايل في انواع، يعني في حاجات بنسميها احنا سوبريوريتي او نون انفيريوريتي او كذا، وات ايفر بقى انت بتدور على ايه. المهم في الاخر انك انت هتنزل الجايد لاينز موجوده اهي في تشيك ليست فايل وورد، دي بقى الجايد لاينز بتاعت الكتابه بتاعت النوع ده من الدراسات. يعني انا دلوقتي راندومايز كنترول ترايل اهو، فانا اول حاجه بالنسبه للتايتل والابستراكت، اول حاجه مطلوب مني حاجتين، الحاجه الاولانيه ان يكون التايتل بتاعي من فوق مكتوب عليه كلمه راندومايز كنترول ترايل على الاقل، يعني على الاقل انها راندومايز كنترول ترايل. لو انت بعمل سنجل بلايند دبل بلايند تريبل بلايند، لو انت عامل مثلا شام كنترول، عامل بلاسيبو كنترول، ده عامل مش عارف ايه كذا 3 ارم 4 ارم براحتك، بس على الاقل اكتب لي في التايتل انها راندومايز كنترول ترايل. طيب ايه المطلوب مني تاني في موضوع التايتل والابستراكت؟ انا عايز الابستراكت بتاعي يكون ستراكتشرد، يكون هيكلي. يعني ايه هيكلي؟ يعني في بقى مثلا مكتوب كده زي البحث اللي قدامنا ده، زي ما حضراتكم شايفين كده هيكلي. يعني ايه هيكلي؟ يعني ليه مثلا اوبجكتيفز واضحه، بعد كده في ميثودز، بعد كده في ريزلتس، بعد كده في كونكلوجن، بعد كده في كي وورد، كل الكلام ده اسمه ستراكتشرد، بقى فيه هيكل. يعني اللي هيقرا الابستراكت هيشوف هيكل قدامه يعرف يقراه. لكن في مجلات تانية ودي مش كتيرة هتطلب منك حاجة اسمها unstructured abstract. يعني ايه unstructured؟ يعني كتب كله باراجراف واحد، يعني كتب كله صحيح على بعضه. فانت لو انت هتمشي على الكونسرت جايد لاينز يبقى لازم هتكتب الابستراكت بتاعك يكون structured، يكون واضح فيه الباك جراوند، ايه الاوبجيكتيف، ايه الهدف من البحث بتاعك، الميثودولوجي اللي استخدمتها، الريزلت بتاعتك ايه، وهكذا. بعدين تنزل بقى مثلا للسكشن بتاع الانترودكشن، هتلاقي مكتوب ان هو عايز طلبين، في طلبين مهمين. الطلب الاولاني يكون في باك جراوند سوليد، في حاجه يعني في بيز، انت يعني في بيز للبيبر بتاعتك، وتكون قايل الراشنال انت ليه اخترت الفكره. بعدين تحدد لي بقى الاوبجكتيفز والهايبوثيسز باول، يعني تحدد الاوبجكتيفز او كمان معاها الهايبوثيسز، ايه الافتراض البحثي بتاعك وايه الاهداف بتاعه البحث. بعدين بقى تنزل بقى في الميثودز، هتلاقي فيه بقى طلبات للترايل ديزاين والبارتيسيبنتس والانترفنشنز وكذا وكذا وكذا، دي كده اسمها
ريبورتنج جايد لاينز، ريبورتنج لما هاجي بقى ريبورت الشغل بتاعي ريبورتت ازاي، اكتبه ازاي. فده يعني حاجه اساسيه، على كمان طريقه كتابه الدرافت من المجله. المجله بقى هي اللي بتقول لك انا كمجله عايز الخط بتاعي مثلا حجمه 14، وفي مجله تانيه تقول لك لا والله انا الخط بتاعي 12، في واحد يقول لك امشي على تايمز نيو رومان، واحد يقول لك لا والله انا امشي على ايريال، واحد يقول لك اصل الهوامش عايزها تبقى مش عارف ايه، انا عايز البيبر بتاعتي تتباعت مثلا بحد اقصى 50 صفحه، بحد اقصى 30 صفحه، بحد اقصى 20 صفحه. دي اسمها بقى الجورنال جايد لاينز او اسمها اوثر جايد لاينز، لكن دي ما لهاش علاقه تماما تماما بالريبورتنج جايد لاينز. الريبورتنج جايد لاينز دي حاجه مشتركه ليها علاقه بنوع الستادي ديزاين بتاعي، ومفيش مجله محترمه الا لازم تطلبها وتراجعها، يعني كاتب ده في الصفحه الفلانيه، افتح الصفحه دي الاقي الكلمه دي مكتوبه. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الثاني انا نسيته، عشان دكتور عمرو انت عارف ان انا نساي ومش فاكر السؤال بصراحه، فلو ممكن يعني تفكرني بالسؤال تاني او حد من الزملاء يفكرني بالسؤال تاني. دكتور عمرو انت سامعني؟ اه يا دكتور محمد، معلش المايك كان مقفول. ما ولا كنت يهمك ولا يهمك. بسألك على الترايل ريجستريشن دلوقتي، هل ده مانداتوري ولا يعني طيب لو انا مثلا بدأت عملي وما كنتش عملته او نسيت اعمله، ايه الحل؟ وهو لو ما اتعملش ده يعني مش هيخليني اعرف انشر مثلا كده؟ طيب هو مبدئيا هو مانداتري، يعني عشان بس يبقى في الصوره هو مانداتري. يعني لو بصينا على الكونسورت جايد لاينز، هننزل كده عند تحت شويه كده، هنلاقي ان في حاجه هنا من اللي هو الايتم رقم 23، اللي هو حاجه طالب مني الريجستريشن نمبر والنيم اوف ترايل ريجستري، انا سجلته فين خلاص، يعني الرقم بتاع الترايل اللي انا سجلتها، وطالب كمان اسم البلاتفورم اللي انا استخدمته، فده مطلوب. لكن هل كل المجالات بتلتزم بيه؟ بصراحه لا، يعني اغلب المجالات الكي 1 والكي 2 غالبا بتبقى دايما عايزه التسجيل بتاعها بروسبكتيف. يعني ايه بروسبكتيف؟ يعني ماشي من الحاضر للمستقبل. يعني انا دلوقتي فكرت في الفكره بتاعتي، خدت موافقه لجنه قيم، سجلته، هل انا حطيت ايدي على عيانين؟ لا لسه ما حطيتش، لسه ما اتكلمتش مع عيان اصلا، انا بس بحط الفكره والبروتوكول بعد الموافقه بتاعه لجنه القيم. طيب كده انا شغال بروسبكتيف. طب هفترض ان انا اخدت موافقه لجنه القيم واشتغلت مع المرضى والكلام ده، واكتشفت في نص الطريق ان انا نسيت اسجل. هنا في اوبشن من اتنين، في اوبشن تجاري اللي انا ما بحبوش بس هو بيعمل بيه، وفي الاوبشن اللي هو الترانسبيرنت. الترانسبيرنت اسجل ريتروسبكتيف. يعني ايه ريتروسبكتيف؟ يعني بالمشقلب بقى، اقول والله ان انا مثلا يعني دخلت اول، يعني هفترض تاريخ النهارده 26/8، لكن انا بدات الدراسه بتاعتي 1/7، فهسجل ان انا بدات 1/7، ده اسمه ريتروسبكتيف، ان انا سجلت بالتاريخ بالماضي. الحل التجاري ان الناس بتقول لك ايه، طب خلاص يا عم اشتغل من النهارده، يعني ابدا النهارده سجل النهارده واعتبر نفسك انك انت بدات الدراسه النهارده وخلاص مش مشكله، يعني العدد يعد بقى من وقتها. المصيبه الكبرى بقى لما اكون خلصت وجاي انشر واكتشفت ان انا مسجلتش، هي دي بقى المصيبه الكبرى. ليه بقى؟ لان انا كده ما عنديش وقت ان انا استنى، يعني الفرق شهر او شهرين ده عادي مش مشكله، سجل يا سيدي من يوم 26/8 واعتبره ان ده بروسبكتيف. لكن المصيبه بقى انا اكون خلصت الشغل وخلصت البيبر وجاي انشر، اكتشف ان انا مسجلتش اصلا كلينيكال ترايل. هنا برضو ما فيش غير حل واحد، ان انا اسجلها ريتروسبكتيف واكتب في الكفر لتر اللي هرفقه للمجله ان والله حصل مثلا ان انا نسيت، حصل طارئ ما، اي جاستيفيكيشن انا ليه مسجلتش. طبعا في مجالات بتبقى لسه يعني ستارت اب، يعني مجالات كيو 3 او مجالات كيو 4 ممكن تطنش، يعني في سبيل ان يبقى عندها ابحاث تنشرها يعني، وده طبعا لسه هنتكلم عليه ان شاء الله في السيشن اعتقد رقم 4 او 5. طب وده لما يبقى ريتروسبكتيف، يعني انا هتكلم بشفافية، لما يبقى ريتروسبكتيف هل ده بيعمل لي مشاكل ولا عادي؟ بيقلل طبعا بيقلل الفرص، لان كده بقى معناها ان ممكن يكون مثلا التاخير اللي حصل ده بسبب ان انا عايز اجرب الاول الموضوع هيجيب نتيجه مع العيانين ولا لا، لما لقيت ان في عيان واثنين وثلاثه بيتحسنوا قمت مسجل، فبقى في شبهه، يعني كده سمحت بشبهه لان انا اوريدي بدات الشغل وبدات الحاجه، يعني بدات اشتغل مع العيانين، بدات الاحظ حاجات سايكولوجيكال عليهم، حد بقى جاي مبسوط، حد جاي فرحان، فكده بقى في نتيجه كويسه. طب خلاص يلا ننشر بقى، يلا سجل بقى ترايل والكلام ده. بس ايا مش كان معناه ان البحث هيترفض، بس مش هي مش يعني هيبقى يعني تقريبا من 7 المستحيلات انه يروح في حاجه كيو 1 او حاجات كبيره يعني. بس حضرتك شايف ان هو يعني حتى لو الواحد نسي برضه يسجل. لا ده لازم، ده حاجه اسينشال يعني، حتى ممكن حتى نفتح كده مع بعض مثلا حاجه زي فيزيوثيرابي
يعني براكتس مثلا، وممكن نفتح مثلا مجلة تانية مثلا زي جورنال اوف مانيوال اند مانيبيوليتيف ثيرابي، والمجلتين طبعا تابعين لتيلر اند فرانسيس، وهما الاثنين واضحين وصراحة جدا جدا في الجزء ده. نفتح فيزيوثيرابي ثيري اند براكتس. طبعا فيزيوثيرابي ثيري اند براكتس هي مجلة Q2 ومجلة يعني معتبرة. لما نقرا كده الانستراكشنز بتاعت الاوثرز بتاعتها، هننزل كده عند الجزء الخاص بالكلينيكال ترايل ريجستري، هنلاقي كده ان هم عندهم ممكن ان هم يفضلوا دايما ان الكلينيكال ترايل، لو احنا شايفين كده ممكن الكلام المتخطط، ان الكلينيكال ترايلز should be registered prospectively، خلاص يعني before participant recruitment، يعني قبل ما تبدا مع العيانين تكون سجلت. لكن عامة لو انت حصل انك ما سجلتش كلينيكال ترايل بروسبكتيفلي، احنا بنطلب منك تكون مسجلها على الاقل حتى ريتروسبكتيف، عشان يبقى فيه نوع من انواع يعني القبول يعني، خلاص. وهيطلب من الاوثرز اللي عاملين ريتروسبكتيف ريجستريشن ان لازم يكون في يعني في further information to the journal editor office if requested، يعني غالبا هنطلب منك شوية بقى حاجات واستفسارات عشان احنا شاكين فيك، فلازم تجاوب عليها، خلاص. مجلة تانية برضو من نفس دار النشر تبعنا في العلاج الطبيعي، اسمها Journal of Manual and Manipulative Therapy، لما ننزل على Clinical Trial Registry بتاعتها هتلاقي مطلوب هنا ان هنا برضو ان Prospective برضو Clinical Trial Registration والكلام ده كله، وان هما يعني تقريبا مش هيقبلوا لو انا سجلت حاجة Retrospective. انا هنا واضح وصريح، انا طلباتي محددة، انا عايز حاجة تبقى برضو يعني ماشية Prospective، لو الحاجة جاية ريتروسبكتيف أنا حتى مش هقبل البحث أصلا، هرفضه. وده نفس دار النشر، يعني دي مجلة ودي مجلة تبع نفس دار النشر. كده واضحة الصورة يا دكتور عمرو ولا؟ معلش يا دكتور، احنا كنا قافلين المايك عشان في ناس بتفتح مايكات، فانا فتحت الدكتور عمرو دلوقتي المايك ممكن يقول. تمام يا دكتور محمد، ألف اوكي، شكر جدا. شكرا جزيلا دكتور عمرو، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب، كان حد سأل يعني ايه كلمة راندومايز كنترول ترايل؟ يعني بكل بساطة بتكلم على ان انا عندي نوع علاج، انا بعالج هنا، هنا مش بستكشف، مش بدور، مش بوصف، انا هنا بعالج. في انترفنشن بيتعمل، عندي مجموعتين، مجموعة بتاخد العلاج الجديد اللي انا بجربه، ومجموعة تانية بتاخد العلاج القديم او العلاج الاعتيادي، او اصلا بتاخد علاج بالايحاء. وبقارن بين المجموعتين عشان اعرف الافكتفنس بتاع العلاج بتاعي، هل هو احسن من العلاج القديم؟ او احسن من العلاج الاعتيادي اللي الناس بتاخده، او هو اصلا ليه فعاليه؟ لانه لما تقارن بالعلاج بالايحاء جاب نتيجه، يعني لما هنفترض ان انا اديت العيان ده فيك تريتمنت، قلت له بص الجهاز ده لما نحطه عليك هيحسن كل الرينج اوف موشن بتاعك والبين، ده اسمه علاج بالايحاء. طبعا الموضوع اكبر من كده بس يعني بالمختصر يعني. فالمقارنه دي اسمها راندومايز كنترول ترايل، يعني انت عملت ترايل، عملت تجربه عشوائيه منضبطه، جبت مجموعه بنسميها المجموعه الضابطه اللي هي الكنترول جروب، ودي غالبا بتاخد يا اما العلاج التقليدي او العلاج القديم او العلاج اللي هو شام او بلاسيبو، ومجموعه تانية هي الاكتيف تريتمنت بقى اللي هي بتاخد العلاج الجديد اللي انت بتجربه، دي اسمها راندومايز كنترول ترايل. طبعا دي على قمه الهرم بتاع الافيدنس بالنسبه للبرايمري ستاديز. طيب، في اي اسئله تانية يا دكاتره او حاجه قبل ما اتنقل للسيشن اللي بعد كده؟ هل سهل وممكن لشخص مش ناشر مسبقا سنجل اوثر بابليكيشن؟ طبعا عادي جدا، مفيش مشكله، بس as long as ان الدراسه تسمح بده. يعني ما ينفعش مثلا اكون عامل سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيز وبقول ان انا ناشرها بشخص واحد، ده طبعا مرفوض شكلا ومضمونا، المجله كده شاكه فيك، لان انت في خطوات كتيره وانت بتنشر في او انت بتشتغل سيستماتيك ريفيو بتبقى محتاج على الاقل يكون في ثلاثه، يعني على الاقل يكون في ثلاثه، داتا اكستراكشن، الريسك اوف بايس اسسمنت، ايفن حتى الميتا اناليسيز محتاج برضو يكون في حد راجع عليا، فصعب قوي ان انا اكون ناشر سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيز على اوثر واحد. لكن هفترض ان انا عامل مثلا كروس سكشن ستادي، بجمع مجموعه بيانات، بحللها، بعمل خلاص انا سنجل اوثر، انا عايز انشرها لوحدي. عامل مثلا ناريتيف ريفيو اللي هو مش سيستماتيك ريفيو، لا ناريتيف ريفيو، خلاص انا جمعت الداتا لوحدي وكتبتها وعملت موضوع ونشرته لوحدي، فده مسموح، لكن مش كومن، لكن مسموح، مفيش مشكله. شروطها اصعب، ده بالظبط بالظبط، شروطها اصعب. طيب، اعتقد كده تاني مفيش اسئله تاني. اعتقد ممكن ابدا انشر امتى؟ يا ريت من دلوقتي، يعني انا يعني انا مش يعني النشر يا دكاتره مش يعني مش مربوط بسنين الخبره والكلام ده، لا انت انا في ناس انا اعرفها
بس في يعني اشتغلت معاه في مجال تاني، مجال طبي يعني، ونشر وهم في سنه اولى، يعني سنه اولى جامعه بكالوريوس. فبالعكس انشر في اي وقت، يعني كل ما تخلص شغل انشره، ويعني مش لازم تنشر في مجلات كيو 1 على طول وكيو 2، لا ابتدي حتى من كيو 3 وكيو 4 وانت طالع، لكن تنشر في اي وقت ما دام الشغل اوثنتيك، شغل محترم، شغل معمول بما يرضي الله، انشره في اي وقت. طبعا اكيد الخبره يعني لما يكون ليك اسم كبير والناس عارفاك والكلام ده كله طبعا بيتقبل اسرع من حاجات تانية، لكن برضه ستيل في ناس في سنه اولى نشرت. طيب حد عنده اي سؤال ولا ابدا اخش في السيشن الثالثه؟ اعتقد نبدا في السيشن الثالثه على طول. طيب السيشن اللي بعد كده بتتكلم على الجورنال ماتريكس، هو الصوره واضحه الاول يا دكاتره ولا؟ ماشي يا دكتور احمد، لو اتاكد عليا بس السكرين شير مظبوط. براوزر يا دكتور، برزنتيشن بالظاهر. براوزر. طيب اوكي ثانيه واحده. طيب واضحه كده يا دكاتره الصوره؟ تمام يا دكتور، اتفضل. ممتاز ممتاز. طيب دلوقتي بقى هنتكلم في حاجه هي ادفانسد شويه، مش حاجه سهله، مش حاجه يعني محتاجه مره واثنين وثلاثه واربعه، ودي انا شخصيا ده جزء من شغلي، يعني ده جزء من شغلي تقديم الاستشارات البحثيه في النشر الدولي، بس هي برضو فرصه ان احنا نبدا نتعرف هو اختيار المجله ده بيبقى بناء عليه، لان في ناس بتختار المجله عشوائي، يعني مثلا انا عامل بحث حلو انا شايف انه حلو فخلاص انا اروح احطه في مجله كي 1 من غير بقى ما ابص لاي حاجه، من غير ما اعمل اي حاجه، انا اشوف الجايد لاينز مطلوبه ايه اعملها ابعت لهم ويلا بقى زي ما تيجي، ولا بحث يترفض من مجله لمجله من مجله لمجله، واقعد اعترض بقى واقول ان الناس عامله عليا مؤامره، لكن اكشلي انت ما تبعتش ما فيش اناليسز، ما عملتش تحليل الاول. اختيار انا بالنسبه لي انا كتبت البحث ممكن تاخد مني يوم او يومين، لكن اختيار المجله ممكن اقعد فيه اسبوعين ثلاثه شهر، عشان اختيار المجله ده بيبقى محتاج استراتيجي، وهو بقى الفرق في الخبره بقى بين الباحث اللي هو الشاطر والباحث اللي هو لسه في البدايه، انه مش فاهم الجورنال ماتريكس ومش عارف يحدد ايه بالظبط الحاجه اللي يختارها. فيعني ايه كلمه جورنال ماتريكس؟ هي عباره عن زي بيانات او ديتا موجوده عن المجله، انت من خلالها بتقراها بتحللها بتعرف ايه المناسب لنوع البحث بتاعك، ومن خلالها بتختار المجله دي مناسبه ولا لا. لكن طبعا الموضوع بيبقى كومبلكس جدا جدا، معقد جدا جدا، بيانات كتيره بتبص عليها، لكن مع الوقت هتلاقي ان الموضوع ان شاء الله سهل، وزي ما اتفقنا الحاجات دي فيما بعد بتجيب فلوس، لان في شركات بتدفع لك فلوس انك انت تعمل لها استشارات وحاجات زي كده. عامه بشكل عام احنا اكتر حاجتين بنمشي وراهم في البيانات بتاعت المجلات هي حاجه اسمها سيماجو، وحاجه اسمها جورنال سيتيشن ريبورتس اللي هي تبع كلاريفيت او تبع ويب اوف ساينس. دول اكتر اتنين احنا غالبا بنستمد منهم او بناخد منهم البيانات اللي نقدر من خلالها نحلل المجله دي مناسبه ولا لا، المجله دي صعبه ولا لا، المجله دي بتنشر بسرعه ولا لا، المجله دي بتنشر كتير ولا لا. كل الأسئلة دي بتبقى بناء على البيانات اللي مكتوبة في الموقعين دول. لو فتحنا موقع سيماجو، يا ريت لو يعني ممكن حتى لو سكرين شير نفتح مع بعض الويب سايت كده، عامة هي دي صورة من الويب سايت مش مشكلة عشان ما نعطلكوش. سيماجو لما بتفتحه بيبقى مديك كده زي اوبشن قدامك كده، انك انت بتفتح حاجة اسمها جورنال رانكينجز وكونتري رانكينجز، انت بتختار جورنال رانكينجز، بتشوف بقى الرانكينجز بتاعت المجلات، بيطلع لك البلاتفورم اللي قدامك دي كده، المنظر او الكنترول بانل اللي قدامك دي، بتختار السبجكت اريا بتاعتك مثلا هيلث بروفيشنز، لان احنا بيعتبرونا كعلاج طبيعي، يعني ان احنا بيعتبرونا هيلث بروفيشنز، احنا من المهن اللي بتشتغل في الصحه يعني. بتختار السبجكت كاتيجوري بتاعك فيزيكال ثيرابي سبورت ثيرابي اند ريهابيليتيشن، تختار طبعا الدوله، مش انت مش محتاج حاجه في الدوله ومش محتاج حاجه من تايبس لان انت بتدور على جورنال، وبتختار السنه اللي هي السنه الحاليه. طبعا 2023 مش معناه انها قديمه، هو الحكم على كل المجلات بيبقى يعني قبلها بسنه، يعني هنفترض ان انا سنه 2024 اهو اخر بيانات عندي موجوده بتاعه 23، لما اخش ان شاء الله 25 ربنا يحيينا ويحييكم ان شاء الله هيبقى في بيانات سنه 2024 خلاص، لان لما تقرا بقى دلوقتي التفسير بتاع كل ماتريك قدامك هتعرف ان احنا لازم ناخد بيانات سابقه، فمش معنى انها 23 معناها انها قديمه، لا ده احدث حاجه موجوده هي 23 اللي هي السنه اللي فاتت خلاص. طيب ننزل تحت هنلاقي ان احنا عندنا بقى الجزء الثاني الكولمز بقى اللي هي اللي قدامنا، هنلاقي في عندنا مجموعه هيدنجز موجوده، في تايتل اسم المجله، نوعها هي مجله ولا كونفرنس ولا كتاب ولا ايه بالظبط. بعد كده هنبدا نصطدم بقى بالماتريكس اللي احنا بنقول عليها، البيانات بقى اللي انا من خلالها احلل واعرف المجله دي تنفعني ولا لا. طبعا
اول حاجه هتقابلها اللي هي بنسميها احنا المفتاح بتاع الترقيات بالنسبه لنا احنا كاعضاء التدريس، اللي هي الكوارتايلز، اللي هي حاجه اسمها سماجو. سماجو ده اسم الشركه اللي بتشتغل في الحاجه دي، حاجه اسمها سماجو جورنال رانكينج اس جي ار. ده سكور مفروض يعني زي رقم كده بيطلع لي من مجموعه الجوريزم، مجموعه ايكويشنز، ومن خلاله ببدا اقسم المجالات كلها الى 4 ارباع. يعني هنفترض مجالات العلاج الطبيعي تقريبا عددها 200 حاجه و50، 53 او 54، هقسمهم 4 ارباع. الناس اللي في المركز مثلا الاول لحد رقم 50 دول بالنسبه لي كيو 1، الناس اللي ما بين مثلا حاجه و50 لحاجه ومش عارف كام يبقى كيو 2، بعد كده كيو 3، بعد كده كيو 4. فانا قسمتهم الى 4 ارباع بناء على السماجو جونر رانكينج سكور اللي هيطلع لي. وزي ما حضراتكم شايفين بيبقى مثلا هنا المجله دي طالعه 106، المجله اللي تحتها طالعه 37، عشان كده دي رقم 1 ودي رقم 2. بعديها على طول في حاجه اسمها اتش اندكس. الاتش اندكس ده المفروض اللي هو لما مثلا هنفترض اتش اندكس زي 49، معناه ايه 49؟ معناها ان المجله دي عندها على الاقل 49 بحث تم عمل استشهاد ليه 49 مره. ده معنى كلمه اتش اندكس، وده طبعا رقم كل ما عالي كل ما قوه المجله اكتر. بعدين الهيدنج اللي بعده حاجه اسمها توتال دوكيومنتس سنه 2023، اللي هي السنه اللي فاتت، المجله دي نشرت كام بحث؟ هتلاقي ان المجله دي نشرت 49 بحث في 2023. المتريك اللي بعده توتال دوكيومنتس اللي اتنشرت في الثلاث سنين اللي فاتوا، مش بس السنه اللي فاتت، لا الثلاث سنين اللي فاتوا. بيبقى كام؟ بيبقى مثلا هنفترض هنا 124. طيب بعد كده توتال ريفرنسز، يعني اللي هو المجله دي استخدمت كام ريفرنس فيها، هنفترض مثلا سنه 23 وصل 4844. طبعا كل واحد من دول هقول لك اهميته ايه، بس انا بشرح لك يعني ايه هو، بعد كده نقول هنستخدمه ازاي. طيب بعد توتال ريفرنسز في حاجه اسمها توتال سايتس، اللي هو اتعمل استشهاد، يعني كام بحث في المجله اتعمل له استشهاد، عدد الاستشهادات قد ايه. وطبعا ده ماتريك مهم جدا 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 في الفيزيبيليتي بتاعت المجله. لو عندي بحث نوفل، بحث جديد، بحث فيه حاجه سامبل كبيره، موضوع مهم جدا للمجتمع العلمي، اختار حاجه تبقى فيها توتال سايتس عالي. يبقى دي معناها انها مجله بتتشاف، مجله كل الباحثين على مستوى العالم، كل البراكتيشنرز على مستوى العالم بيقروها. بعدين في حاجه اسمها سايتبل دوكيومنتس في اخر 3 سنين، يعني في توتال سايتس ده حاجه، وفي حاجه اسمها سايتبل دوكيومنتس. يعني ايه سايتبل دوكيومنتس؟ دلوقتي كل مجله المفروض انها بتنشر حاجات كتيره، زي مثلا ابحاث ليها علاقه بسيستماتيك ريفيو، في حاجات بتتنشر بتبقى راندومايز كنترول ترايل، كيس ريبورتس، كيس سيريز، وات ايفر. بس في حاجات تانية المجله بتنشرها برضو، زي مثلا مقر رئيس التحرير اللي هو الايديتوريال، ده يعتبر بالنسبه لي دوكيمنت المجله بتنشره، يعني مستند المجله بتنشره. لو المجله بتعمل دعايه او مثلا بتعمل كونتريبيوشن لحد، بتشكر في حد او بتشكر ريفيور او بتشكر اديتور معين، ما كل دي دوكيمنتس المجله بتنشرها. لكن هل دول سايتبل؟ هل دول ممكن استشهد بيهم في ابحاثي؟ لا، انت بتستشهد بابحاث. ففي حاجه اسمها سايتبل دوكيمنتس اللي هي الابحاث فقط فقط، ملهاش علاقه بقى بالتوتال دوكيمنتس. عشان كده هتلاقي دايما الرقم بتاع السايتبل دوكيمنت بيبقى اقل من التوتال دوكيمنتس. التوتال دوكيمنتس دخل السايتبل والنون سايتبل مع بعض، فتلاقي دايما الرقم كبير. لكن من ال 124 كام واحد فيهم سايتبل، يعني كام واحد فيهم بحث بقى وسيستماتيك ريفيو وراندومايز كنترول ترايل والكلام ده، هتلاقيهم في الاخر دايما رقم اقل، بيبقوا مثلا 9 و8. طيب السايتس بير دوكيمنت ده بيبقى افريج، يعني ده متوسط كميه السايتيشنز اللي اتعملت في كل دوكيمنت، يعني كل مستند من اللي اتنشروا في المجله جاب سايتيشن قد ايه. طبعا كل ما الرقم ده عالي كل ما معناه ان المجله بتاخد منها سايتيشنز كتيره. بعد كده سؤال المتريك اللي جنبه مش مهم قوي، ده مهم للناس اللي بتشتغل في البيبلوماتريكس والكلام ده كله، حاجه اسمها ريفرنس بير دوكيمنت. طب عدد الريفرنسز اللي موجوده في المجله قد ايه بالمقارنه بالمستندات اللي بتنشرها. سنه 2023 اضاف لي متر جديد، وده ليه لحضراتكم انتوا بقى تعرفوه، ان في حاجه اسمها percentage of females، دي ما كانتش موجوده في 2022 ولا في اللي قبل كده. يعني بيقول لك نسبه الاوثرز اللي نشروا في المجله نسبه الفيميل فيهم قد ايه. دي بقى معناها ايه؟ معناها انك تبقى عارف ان المجلات اللي فيها نسب عاليه من دي غالبا لو البحث بتاعك فيه فيميلز كتيره يعني وجهه للمجله دي. طبعا ممكن حد يتريق ويهزر والكلام ده كله، لا خد بالك البحث العلمي فيه عنصريه كبيره جدا، عنصريه في الدوله، عنصريه في العرق، عنصريه حتى في الجنس. فالمجلات اللي بتبقى فيها percentage of female كتيرة كبيرة وانت معاك female كتير في البحث غالبا نروح للمجلة دي نسب القبول فيها أعلى. طيب من كل اللي أنا بحكي عليه ده بقى إيه الماتريكس اللي أبص عليها؟ لو هنحط 3 سيناريوهات، السيناريو الأولاني
ان انا عندي بحث نوفل، بحث تحفه، بحث انا شاطر جدا فيه، عامل سامبل كبيره، بجرب حاجه جديده، انا عارف ان هيروح في مكان حلو. خساره اروح احطه في حاجه مثلا كيو 3 او اروح احطه في حاجه كيو 4. ليه؟ لانه مش هيتشاف نسبه، يعني مش كتير اللي هيدوروا عليه. لا، انا اروح لحاجه تبقى مثلا الاس جي ار بتاعها عالي، الادج اندكس بتاعها عالي، تكون التوتال سايتس بتاعتها عاليه. دول الثلاثه ماتريكس اللي تبص عليهم وانت بتبص على البحث النوفل، البحث الكبير اللي انت عامل فيه سامبل كبيره والكلام ده كله، واخد مثلا ريبيتد ميجر، واخد بتقيس مثلا شورت تيرم ولونج تيرم، دي حاجات ابحاث كبيره. تروح بقى للحاجات دي ليه؟ عشان تدي فرصه لنفسك يتاخد منك سايتيشنز، والادج اندكس بتاعك يكبر، ويجي لك دعوات مؤتمر وهكذا والكلام ده كله. طب السيناريو الثاني، ان عندي بحث كوميرشال، حاجات بقى ايه يعني، بسيطه تجاريه، سامبل صغير، بقارن حاجه جديده بجديده، مش عارف ايه الكلام ده كله. لا، روح بقى للارقام اللي فيها توتال دوكيومنتس كبيره، وروح لحاجه تبقى الاس جي ار بتاعها قليل. يعني ايه اس جي ار قليل؟ يعني انزل كوارتايل، انزل كيو 2، انزل كيو 3، انزل كيو 4، دور على حاجه تبقى التوتال دوكيومنتس فيها كبير، رقم كبير. ليه؟ ما هو معنى انها بتنشر كتير معناها انها ما بتبصش على الكواليتي، هي بتستوفي معيار معين، ان لازم يكون 12 على الاقل السنه دي 100 بحث، فتاخد اول 100 بحث قدامها ايا كان بقى قيمتهم ولا فكرهم ولا الكلام ده كله. المهم ان هم فيهم حاجه ليهم علاقه بالسكوب بتاع المجله، اخدهم. يبقى تركز على التوتال دوكيومنتس، والتوتال دوكيومنتس اخر 3 سنين، عشان تبقى عارف ان ده معناه انه عنده نيه للقبول اسرع من اي حد تاني. توفيرا للوقت، في برضو ماتريكس تانيه هتبص عليها عشان برضو ما نضيعش وقت حضراتكم يعني في الجزء ده. فكره ان احنا بندور على قدام شويه اعتقد، مش مشكلة هي مش موجودة هنا، بس عامة كان في برضو من ضمن الحاجات اللي بنبص عليها. هي موجودة هنا، السبيسيفيك جورنال ماتريكس. كل مجلة بقى حاطة لك 4 حاجات تاخد بالك منهم: الاكسبتنس ريت بتاعها، معدل القبول عندها اخباره ايه، التايم تو فيرست ديسيجن هيبلغك بالقرار الاول امتى، والتايم تو فاينل ديسيجن الوقت المستغرق من بعد ما تبعت البحث للمجلة لحد ما هيرد عليك الرد النهائي بقى، سواء بقى قبول او رفض او الكلام ده كله، والتايم تو بابليكيشن هينشرها لك امتى. طيب كل واحد من دول مهم. لو انت هنفترض بتدور على حاجه، انت مستعجل على النشر، انت راجل ماجستير او راجل دكتوراه وعايز تنشر بسرعه، عايز تلحق تترقى بسرعه، الكلام ده كله، بص على الاكسبتنس ريت. ما بتختارش مجله الاكسبتنس ريت بتاعها تحت 30%، حرام، انت كده بتضيع وقتك. يعني ايه اكسبتنس ريت؟ يعني انا مثلا دلوقتي مجله زي برازيلي جورنال اوف فيزيكال ثيرابي، مجله كي 1، مجله كبيره جدا، رقم يمكن 7 أو 8 على مستوى العالم بالنسبه للعلاج الطبيعي، دي نسب القبول بتاعتها 7%. يعني كل 100 بحث هيجي للمجله هيتقبل منهم 7 بس. فاكيد اكيد انت مش هتبقى من 7 دول، يعني نسب القبول قليل قوي. لكن تروح لمجله مثلا نسب القبول بتاعتها عاليه، 40 35 38، خليك في الحاجات دي. طيب هنفترض ان انا راجل مش صبور ومستعجل على الديسيجن بتاعي، وعايز اعرف المجله هتقبل ولا ترفض عشان نشوف اللي بعده. يبقى تبص على حاجه اسمها تايم تو فيرست ديسيجن، هيبلغك بالقرار الاول امتى. ان في مجلات ممكن تاخد 3 شهور عقبال ما تبلغك بالرفض، وفي مجلات محترمه هتبلغك بالرفض في اول يوم او يومين او بكتير اسبوع. دي هيعرفك مصير البحث بسرعه، خليك مع دول لو انت مستعجل. طب هنفترض بقى انك انت راجل مثلا بتترقى اعضائيه التدريس وعايز تنشر بقى، عشان الترقيه بتبقى بالنشر مش بخطاب القبول، بالنشر. يبقى تركز على التايم تو بابليكيشن. يعني ايه تايم تو بابليكيشن؟ مش معنى ان البحث اتقبل معناه انه هيتنشر على طول، لا، اغلب المجلات بتاخد وقت طويل عقبال ما تنشر. فتبقى مركز بقى انك انت تختار مجلة بتنشر على طول، يعني من ساعة القبول لحد النشر يبقى سريعا، ظرف شهر، بظرف 2. لكن في مجلات ممكن تاخد سنة وسنتين عقبال ما تنشر البحث. ففي الحالة دي بقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى لازم تبقى عارف انك انت ما تختارش المجلات دي، تختار المجلات اللي بتنشر اسرع. طيب في بعض المصطلحات بس اللي هتبقى قدام حضراتكم، يعني السلايد دي مش مهمه قوي 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 بالنسبه للمبتدئين، لكن هي مهمه قوي انك تبقى فاهم. بس معلومه مغلوطه عند الناس، ان يعني يقول لك اختار المجله اللي بتنشر بفلوس، بلاش المجله اللي بتنشر مجاني. ليه؟ عشان المجله اللي بتاخد فلوس بتنشر اسرع. الكلام ده غلط تماما، ملوش علاقه. طريقه الدفع او طريقه انك انت هتتبع انهي طريقه دفع دي ملهاش علاقه تماما بقبول ورفض البحث، او سرعه قبوله او سرعه رفضه خالص. هي يعني ليها علاقه المجله هتستفيد ولا مش هتستفيد. في ناس عندها في مخيلتها ان لما انت بتبقى اوبن اكسس، اوبن اكسس يعني انت هتدفع فلوس مقابل النشر، انت كاوثر تدفع فلوس للمجله مقابل النشر. طبعا ده بالنسبه للمجله بخساره،
يعني محدش يكون فاكر ان كده المجله كسبانه حاجه خالص، كده المجله خسرانه. خسرانه ليه؟ لان كده البحث اتفتح لكل القراء، فاي واحد كتب التايتل بتاع البحث بتاعك هيلاقيه مفتوح ويقدر ياخده بقى براحته ويطبعه ويعمل بيه اللي هو عايزه. لكن لو اخترت النوع الاولاني سبسكريبشن بيزد، البحث كده القارئ هو اللي هيدفعه، انت مش تدفع حاجه، انت بتنشر مجانا لكن القارئ هو اللي يدفع. في الحاله دي بقى المجله بتعمل ايه بقى؟ بتاخد من القارئ وبتاخد من الانستتيوشنز، من المعاهد العليا والجامعات والكلام ده كله، بتاخد من المستشفيات الكبيره، بتاخد من مكتبات الديجيتال الكبيره. هي احسن لها سبسكريبشن بيس، لان هيفضل كل شويه حد عايز البحث يدفع فلوسه. فبلاش الحته دي بتاعت ان انا لا اختار دايما حاجات اوبن اكسس ومش عارف ايه عشان خاطر النشر لازم فلوس. لا، النشر مش عايز فلوس خالص خالص. السبسكريبشن بيس دي طريقه المجلات اصلا حباها، لان ده اللي بيجيب لها فلوس، مش الاوبن اكسس. اوبن اكسس معناها ان المجله دفعت مره ويعني مش هتاخد فلوس تاني، فهي كده واقف عليها خساره. لكن سبسكريبشن بيس هناخد بقى فلوس طول الوقت. برضو من ضمن الحاجات اللي بقول لكم عليها في البيزنس بتاع البحث العلمي، خد بالك من فكره الفلوس. في مجالات بتحط لك مصطلحات انت ممكن ما تاخدش بالك منها. كلمه اي بي سي او ارتكل بروسيسنج تشارجز معناها دي الفلوس اللي انا طالبها منك مقابل النشر، ودي واضحه. انت البحث بتاعك اتقبل بتدفع فلوس خلاص، دي 1 بلس 1 ايكوال 2. لكن في حاجات تانية تشارجز موجودة في الهيدن كده انت مش واخد بالك منها، زي حاجة اسمها ارتكل سبميشن فيز. يعني ايه ارتكل سبميشن فيز؟ يعني انت بتعمل سبميشن للبيبر بتاعتك للمجلة هتدفع فلوس. طب البحث بتاعي اترفض؟ لا والله مالكش فلوس عندنا، احنا ده قيمة انك انت بعت لنا البحث. في مجلات كده، في مجلات كده، جورنال اوف مودرن ريهابيليتيشن، مجلة كيو 3 تخصص علاج طبيعي، بتدفع 10 دولار وانت بتيجي تعمل سبميشن للبيبر بتاعتك. بغض النظر هتتقبل او تترفض ماليش دعوه، دي بس مجرد سبمشن. طبعا في مجلات تانية تطلب ارقام اعلى. طيب في حاجه اسمها بيج تشارجز، يعني هيدفعك على الصفحات. هل ده موجود عندنا في العلاج الطبيعي؟ موجود برضو، افريكان جورنال اوف ديسابيليتي، مجله كيو 2، بيقول لك انا اول 8 صفحات هنشرهم لك مجانا، لكن اي صفحه يعني ازيد من 8 صفحات هدفعك فلوس. طب هل في حد فينا كتب بحث قبل كده وكان اقل من 8 صفحات؟ مستحيل مستحيل، حتى لو كيس ريبورت مستحيل. فانت هتضطر تدفع فلوس كمان زياده. ليه؟ لان هو انت كل صفحه بقى هتدفع عليها 50 دولار او 100 دولار على حسب. في مجلات هتقول لك لو انت هتنشر صور، لو الصور دي هتبقى الوان هتدفع عليها فلوس وارقام، ممكن 80 دولار 160 دولار، ممكن ارقام كبيره. في مجلات زي المجلات البولنديه غالبا هتطلب منك دايما لانجويج اديتنج فيس، هتطلب منك تصليحات لغويه وهتدفع فلوس برضو عليك انت، لانها سمول بابلشنج هاوس او هي دار نشر صغيره، فما عندهاش موظفين يقدروا يشتغلوا في التصحيح اللغوي. في مجلات هتقول لك ريبرنت، يعني لو انت عايز بقى انت البحث بتاعك اتقبل ديجيتال بس انت عايز بقى البيبر نفسها، عايز البيبر بقى في المجلد في الكلام ده عشان الواجهه والكلام ده كله، هتدفع فلوسها. تدفع فلوسها وتدفع فلوس كمان الشحن بتاعها وكل حاجه. في مجلات رخمه هتقول لك السبلمنتري ماتيريال، يعني اي مرفقات للبحث، فيديو مثلا للعمل بتاعك، صوره للعمل بتاعك، بيانات احصائيه زياده، كل ده عليه فلوس. فتاخد خد بالك من الحته دي، لان دي ناس بتقع فيها كتير، والبحث بيتعطل بعد مشوار كبير بقى من الريفيو ورد على الريفيورز، ده نفسك اتعطلت لان الفلوس كبيره بيطلب ارقام يعني. فدي هتقراها في الاوثر جايد لاينز. طيب خد بالك بقى انك انت لما تيجي تتعامل مع الجورنال برضو ليها استراتيجي، يعني الجورنال نفسها ليها استراتيجي. انت بتتعامل مع مين جوه المجله؟ المجله اول واحد واكبر واحد على راس الهرم بتاع المجله هو الاديتور ان شيف. الاديتور ان شيف هو المحرر الرئيسي للمجله، هو ده المسؤول عن توجهاتها واستراتيجياتها والسكوب وقرار القبول وقرار الرفض والكلام ده كله. يليه بقى ثلاث مساعدين، في عنده اسوشيت اديتور اللي هو بنسميه المحرر المشارك، ده غالبا بيبقى حد يعني ليه وزن وثقل، وده يعتبر المساعد بتاعه دراعه اليمين، وده غالبا بيبقى شخص دايما معروف عنه نشر كبير، ليه حاجات ليها امباكت كبيره، ليه اتش اندكس كبير وهكذا. المجلات الكبيره مش المتخصصه، المجلات الكبيره دايما هيبقى فيها سكشن اديتور. يعني ايه سكشن اديتور؟ يعني مثلا امريكان جورنال اوف فيزيكال ميديسن اند ريهابيليتيشن، دي مجله كي 1 كبيره ليها اقسام، يورولوجي، في قسم ماسكو سكيلتال، في قسم كارديو بالمونري، فكل سكشن من دول ليه اديتور. عشان انا راجل بتاع ماسكولو سكيلتال، ايه اللي في كارديو بالمونري؟ انا راجل بتاع وومن هيلث، ايه اللي هيفهمني مثلا في الاب؟ فده اسمه سكشن اديتور. في بقى اداري ممكن يبعت لك اسمه مانجينج اديتور، ده بقى المدير الاداري، ده اللي هو ممكن يكون ليه علاقه مثلا بفلوس، ممكن يكون ليه علاقه مثلا بكوبي رايت فورم، انك انت في تعارض مصالح وما قلتش، ده المانجينج اديتور. غالبا دايما الايميلز اللي بتيجي منه بتبقى ايميلز نكد دايما.
طيب بعيد عن دول بقى، في بقى الريفيورز، الريفيورز دول اللي هم المراجعين، دول اللي هم بياخدوا البحث بتاعك يراجعوه يشوفوا هل هو فيه حاجات محتاجه تتعدل. طب احنا بنوصي دايما، عندهم توصيات مش قرار، القرار عند الاديتور ان شيف، لكن الريفيور يقدر يدي توصيه، توصيه بالقبول توصيه بالرفض. يعني هل ممكن الريفيور يوافق والاديتور ان شيف يرفض؟ اه بتحصل. هل ممكن الريفيور يرفض والاديتور يوافق؟ اه بتحصل. فرايه هنا الريفيور ايا كان حجمه ايا كان دوره، رايه هنا استشاري فقط لا غير، ويمكن الاعتراض عليه ويمكن الكلام معاه وكل حاجه، لكن الوحيد اللي رايه نهائي يعني قاضي بيحكم حكم نهائي لا مساس بيه هو الاديتور ان شيف اللي هو بيبلغك اصلا القرار. طيب المجلات لما بتيجي تعمل بير ريفيو اللي هو بتاخد البحث بتاعك وتبدا بقى تعمل مراجعه والكلام ده كله، فيه اشكال والوان، لكن الحاجات الكومن انك انت تقابلها، انك انت تقابل حاجه اسمها سنجل بلايند، حاجه دبل بلايند، او حاجه اسمها اوبن بير ريفيو او بوست بابليكيشن بير ريفيو. دول اكتر 4 حاجات هتشوفها. يعني ايه كلمه سنجل بلايند؟ يعني في واحد متعمي في الدايره اللي احنا بنتكلم عليها. مين اللي متعمي ده؟ غالبا بيبقى انت، يعني يعني في الغالب بيبقى انت يعني من الاخر كده كلمه سنجل بلايند معناها ان الريفيور عارف انت مين والاديتور عارف انت مين، لكن انت مش عارف مين الريفيور. دبل بلايند معناها ان في طرفين مش عارفين بعض. مين الطرفين؟ هيبقى انت والريفيور، يعني لا الريفيور عارف هو انت مين ولا انا عارف مين الريفيور. طيب تريبل بلايند، لا انت ولا الاديتور ولا الريفيور عارفين بعض، الموضوع كله انونيمس، يعني مفيش حد عارف حد عن التاني. طب ليه بندور على البلايندنج؟ يعني لو انا دلوقتي راجل بعمل استشاره بحثيه ومعايا اوثر مثلا من دوله عربيه، هنصحه بايه؟ هنصحه انه يروح على حاجه دبل بلايند بلاش سنجل بلايند. ليه؟ في عنصريه، في ناس بترفض ابحاث لمجرد انك انت من دوله معينه، فيستحسن تمشي دبل بلايند عشان لا يكون ريفيور عارفك ولا انت ولا انت عارف الريفيور. طيب في بقى النوع الرابع اللي بنقول عليه اوبن بير ريفيو. اوبن بير ريفيو معناها كلنا عارفين بعض، الاديتور عارف انا مين، الريفيور عارف انا مين، والاوثر عارف انا مين. اغلب مجلات بي ام سي، يعني بي ام سي ماسكو سكلتال ديز اوردر، بي ام سي هيلث سيرفيسز، بي ام سي نيورولوجي، بي ام سي نيفرولوجي، كل الحاجات بي ام سي غالبا هي وبي ام جي غالبا اوبن بير ريفيو. انا عارف مين الريفيور والريفيور عارفني والدنيا ماشيه بالامانه، يعني محدش هيضحك على التاني، محدش هيبعت لحد من ورا يقول له طب بقول لك ايه اديك مثلا 100 دولار وتقبل لي البحث والكلام ده. في امانه علميه ومختارين ناس معينه لحاجه زي كده. في موضه جديده طالعه دلوقتي اسمها بوست بابليكيشن بير ريفيو. يعني ايه بوست بابليكيشن بير ريفيو؟ يعني في مجلات بتنشر الاول وبعدين تعمل بقى بير ريفيو. يعني مجله مثلا زي مثلا ممكن حتى نوريك بسرعه. اف 1000 ريسيرش دي المفروض انها مجله بتسمح بالاوبن بير ريفيو. يعني ايه اوبن بير ريفيو؟ سوري، بتسمح قصدي بالبوست بابليكيشن بير ريفيو. يعني البحث بتاعي بيتقبل، يعني انا ببعته الاول للمجله يتنشر خلاص بقى published، بعدين بقى الريفيورز يعلقوا عليه وهو لايف، يعني هو يتعدل لايف خلاص. ممكن نشوف حتى هنا كده تشوف مثلا حاجات في الميديكال اند هيلث، حاجه زي دي مثلا، دي حاجه عشوائيه كده في المجله، اي ارتكل كده بس نفتحه عشان نشوف بس اللي بتكلم عليه. البحث هنا كده خلاص هو اوريدي اتنشر، بس ده ايه بقى النسخه الاولى منه، انه لسه مستني البير ريفيو او awaiting بير ريفيو. هو منشور اهو موجود على واخد عدد واخد كل حاجه وموجود قدامكم انتوا شايفينه اهو، بس ده لسه ما اتعملوش بير ريفيو. لما يتعمل له بقى بير ريفيو هتبدا تلاحظ ان هنا الكلام اتغير على يمين الصوره، تلاقي الكلام بقى اتغير، هتلاقي بقى ان في ريفيو رقم واحد علق عليه قال كذا، ريفيو رقم اثنين قال عليه كذا. ودي طبعا بتبقى طريقه سهله وطريقه لطيفه وبتوفر وقت ومش غاليه قوي على فكره، يعني بنتكلم 500 $600 تقريبا بالنسبه لدي اتمان النشر ده ولا حاجه، في مقابل ان هو بيريحك وفي مقابل انك انت حاجتك موجوده وخلاص اتنشرت والكلام ده كله انت مرتاح، يعني بتعمل بير ريفيو وانت مرتاح مش وانت خايف. طبعا في حاجات بتترفض ده اكيد، بس يعني حاجات قليله جدا ويكون فيها اخطاء فيتال يعني خلاص، لكن العادي ان مدام هو حطها على السايت غالبا هيبقى فيها نيت قبول كبيره ان شاء الله. فدي طريقه ممكن، وعلى فكره المجله دي كيو 1 بالمناسبه تخصص ماديسن. طيب نرجع بقى تاني للبرزنتيشن. انا عارف ان حضراتكم اكيد صدعتوا،
بس المتبقي حاجات بسيطة. طيب أنا بعت البحث بتاعي للمجلة، إيه يعني التوقعات أو إيه الديسيجنز المحتملة؟ الديسيجنز المحتملة نادرا نادرا يتقبل زي ما هو، ده ما بيحصلش. الأقل ندرة إنه يتقبل بس ماينر ريفيجن. يعني إيه ماينر ريفيجن؟ يعني هيبقى عايزك مثلا تعدل باراجراف، تحط حاجة مكان حاجة، تزود حاجة ما كانتش موجودة، لكن مش أكتر من كده. الحاجة الدرجة بقى أكتر، اللي هي الحاجة الموست كومن هتحصل إن شاء الله يا رب، يعني إن هو يبعت لك ريفيجن أو ريسبمت، إنك أنت يقول لك في ميجر ريفيجن أو مودريت ريفيجن، طالب منك بقى تعديلات كبيرة، ريفرنسز تعمل لها أبديت، في نقطة أنت مش موضحها لازم توضحها، في حاجات ناقصة في الإحصاء عايزك تعدلها. ما دام بقت حاجات تكنيكال كبيرة ده ميجر ريفيجن أو مودريت ريفيجن، في مجلات بتسميه مودريت ريفيجن. طيب إيه الحاجة اللي إحنا ما نتمناهاش؟ اللي هو إن المجلة ترفض البحث بس تبقى شايفة إن في قيمة في البحث، يعني البحث ليه قيمة بس مش مناسب للمجلة دي، تبعته لمجلة تانية ترانسفير، تعمل ترانسفير للمجلة دي تبع دار النشر. أو لا قدر الله بقى الحاجة اللي هي السيئة جدا، إن هو ريجكت، يرفض لك البحث بتاعك ديسك ريجكشن، يعني على طول كده من غير ما نبعته ريفيورز، البحث بتاعك غير ملائم، مع السلامة. أو ممكن بعد البير ريفيو ده ألمها أشد، إن بعد المراجعات لقينا والله إنك أنت لا، يعني بعد انتظار المراجعات بقى والكلام ده كله، لا لقينا إن مفيش أمل، رفض. طبعا حاجة رير قوي إن حد يقبل البحث ويبعته لمجلة تانية، دي ما بتحصلش قوي، بس ساعات بتحصل لما تكون دار النشر شايفة إن في مجلة واقعة شوية أو مجلة أي كلام، طب نبعت لها البحث ده نقومها شوية، وده ما بيحصلش كتير عامة. طيب احنا كمصريين ما عندناش دعم كبير للبحث العلمي في مصر، لكن بحق الله يعني بنك المعرفة عامل مجهود جبار بصراحة، واللي مش عامل اكونت على بنك المعرفة ناقصه كتير جدا جدا، سواء بقى من ورش عمل، سواء بقى من كورسات، سواء بقى من خدمات بتتقدم، ان بيفتح لك حاجات كتيرة زي داتابيزز بتاعت ايباسكو، بتاعت سكوبس، وبتاعت سيفير كلها والكلام ده كله. بس كمان عامل حاجة اسمها اوبن اكسس اجريمنت، ان عامل اتفاقية مع مجلات سبرينجر نيتشر انك تقدر يعني تقدر تنشر فيها، ويكون اللي هيدفع الفلوس بتاعتها بنك المعرفه. طبعا انا بتكلم ان في مجلات ثمن القبول فيها بيوصل 6000 دولار و7000 دولار و5000 دولار، ارقام كبيره. لكن بالاتفاقيه دي لو انت واقع جوه الاتفاقيه دي، هي يعني بيدفع لك هو الفلوس، والبحث بتاعك بيتقبل عادي جدا. وطبعا المجلات دي ما دام بتاخد فلوس كتيره قوي كده، غالبا بتقدم لك خدمات اسرع، مش هتقرفك قوي في الريفيو، مش هتقرفك قوي في الابديتس والاديتنج والكلام ده كله. لكن طبعا حصل تعديلات عشان ازمه الدولار اللي عندنا في مصر، فاختصر النشر فيها على مجالات كي 1 وكي 2. يعني لو انت ناشر في مجال كي 1 او كي 2 الاتفاقيه بتغطيك، لو كي 3 وكي 4 الاتفاقيه للاسف مش هتناسبك. طبعا خد بالك ان الاتفاقيه دي ما فاضلش فيها كتير، هي قدامها بكتير لحد سنه 2025، نهايه 25، لكن هو يعني فيها باثوي حلو قوي قوي لحد عايز ينشر. يعني بس از لونج از انها كي 1 وكي 2. اخر حاجه قبل ما نقفل السيشن دي، اهتمامك بقى بالسوشيال ميديا، ودي حاجه على جنب. السوشيال ميديا مش بقى بتكلم على انستجرام والصور والكلام ده، لا بتكلم على تويتر. تويتر ده يعتبر دلوقتي ليه حاجه اسمها التماتريكس، زي ما بنتكلم على السيتيشنز والامباكت فاكتور والاس جي ار والكلام ده كله، بقى عندي كمان انذر فاكتور اسمه التماتريكس، اللي هو البحث ده الناس اتكلمت عليه قد ايه، اتكلمت عليه في نشره الاخبار، اتكلمت عليه مثلا في تويتر، في فيسبوك، في مش عارف كذا. فكل ما كان الحاجة هوت توبيك، بتنشر حاجة هوت توبيك، موضوع هيعمل ديبيت، موضوع هيعمل خناقة، موضوع، بالمناسبة المجلات بتحب الخناقات، يعني المجلات بتحب تنشر حاجة تعمل خناقة، تخلي باحث تاني يبعت لتر تو ذا اديتور ونسخن على بعض، طب بص البحث الفلاني، طب بص مش عارف ايه، لان ده معناه المجلة هتبيع. فالالتماتريكس ده دلوقتي هيبقى الفترة الجاية هو من ضمن الماتريكس اللي بنحكم بيها على الريسيرشر ده، يعني ليه قيمة ولا لا، ان هل السوشيال ميديا بتتكلم عليه ولا بتتكلم على شغله ولا لا. فدي من ضمن الحاجات اللي الناس تهتم بيها. وفي بعض المجلات زي كلينيكال ريهابيليتيشن، دي مجله كي 1 عندنا في فيزيكال ثيرابي، بتطلب منك التويتر اكونت بتاعك. مجله برضو ديسابيليتي اند ريهابيليتيشن، مجله كي 1 بتطلب برضو التويتر اكونت بتاعك عشان تبقى تعمل ليه ريفرنس. بي ام جي اوبن سبورتس اند اكسرسايز ميديسن بتطلب منك برضو تويتر اكونت بتاعك. فبقى مهم قوي انك انت يبقى ليك كمان احتكاك بالباحثين بعيدا عن الابحاث، يعني السوشيال ميديا. مش هطول على حضراتكم اكتر من كده عامه، بس احنا هنتكلم في حاجه صغيره جدا، هو ليه بحثي بيترفض. يعني ليه بحثي بيترفض؟ هو حاجه من خمسه، يا انت بره السكوب بتاع المجله، يعني مجله مثلا كارديو بالمونري انت بعت لها بحث بتاع ماسكولو سكيلتال، مجله بتاع جيرياتريك انت بعت لها بحث بتاع اطفال، فطبعا انت هتترفض. عامل حاجه استهلكت وتم يعني قتلت بحثا زي ما بيقولوا،
مستخدم ميثودولوجي وحشه جدا او مش كاتبها اصلا، يعني كاتب مثلا الاكسرسايز اللي انت عملته مش محدد لي المود ولا مثلا الديوريشن ولا الريست ولا الريبيتيشنز ولا الساتس ولا الكلام ده، خلاص انا مش فاهم حاجه من اللي انت كاتبه، ويترفض. او عامل احصاء بسيطه يعني عامل بي فاليو كده واقف عليه. لا، البي فاليو من الحاجات اللي بتخلي البحث يترفض، انك انت اشير لي حاجه الاحصاء بتاعتها صغيره، لازم تتوسع اكتر، تقولي افكت سايز، تقولي كونفيدنس انترفل، تقولي حاجات اكبر من كده، او حاجه ليها علاقه باللاك اوف كلاريتي. يعني ايه لاك اوف كلاريتي؟ في حاجه مش واضحه في البحث، الانجلش بتاعك اي كلام، جرامر ميستيكس بالهبل، الفوكابلري اي كلام، كاتب من غير بقى مثلا ما تحدد ده بولد وده مثلا ايتاليك وده كذا، خط كبير خط صغير، حاجات ليها علاقه بان البحث مش واضح. دي من ضمن الاسباب الاشهر، الاسباب اللي تخليك تترفض، طبعا الى جانب البلاجيريزم والى جانب انك انت تكون يعني بعت البحث بتاعك لاكثر من مجله في نفس الوقت. السلايد الاخيره اللي هنتكلم عليها هي الحاجات اللي ليها علاقه بالاخلاقيات، ودي حاجه احنا بنقع فيها، مش هطول فيها كتير قوي. احنا اتكلمنا قبل كده على البلاجيريزم وقلنا ان ده نمبر 1 ريزن فور ريجكشن، ده اكتر حاجه تخليك تترفض. لكن كمان المشكله الثانيه اللي تخليك بقى تخش في مشاكل مع المجله، فكره المشاكل بتاعت الاوثر شيب، مين اللي كتب اسمه على البحث. احنا هنا في مصر لو معاك 50 دولار وعايز تحط اسمك في بحث هات، اللي عايز مش عارف تدفع لنا فلوس انت النشر ونضيف اسمك تعالى، كل ده غلط، كل ده غلط تماما. خلاص الانترناشنال كوميتي اوف ميديكال جورنال اديتورز حددت الاوثر شيب يبقوا مين، وليه قواعد معينه، حد يكون مثلا اشترك في الكونسبت، حد يكون ساهم في الاناليسيس، في الكتابه، في تحليل البيانات، في العملي، في مش عارف ايه، ده واضح. لكن حد مثلا وفر لي المعمل اللي عملت فيه الكوندكشن فيلوسيتي، لا وفرت لي المعمل ده اكتبك اكنولجمنت، اشكرك يعني اشكرك قدام الناس، لكن انا ما اقدرش ادخلك معايا في الاوثر شيب. طيب حد مثلا قال لي انا هجيب لك فند، انا اعرف فلان وفلان وفلان بيدفعوا فلوس فانا هجيب لك، مش عارف. ده برضو مش سبب، ده اكتبه اكنولجمنت، شكرا جزيلا انك جبت لي الفند الفلاني، لكن هل ده كافي انك تخش الاوثر شيب؟ لا. طب حد انا كلمته بتاع احصاء قلت له صباح الخير انا عندي بيانات عايزك تحللها لي، عايزك تعمل لي بقى تي تيست للمجموعه الفلانيه وانوفا للمجموعات الفلانيه وكذا وكذا وكذا، وعملها لي واداهاني وانا اديته فلوس، خلاص ده كده ما يكتبش عندك في الاوثر شيب. اولا تقاضى اجر، ده رقم واحد، ورقم اثنين ايه الكونتريبيوشن اللي قدمه يعني ايه الكونتريبيوشن اللي قدمه للبحث؟ هو قدم الكونتريبيوشن للبيانات لكن ما قدموش للبحث، ما شاركش في الديزاين، ما شاركش في الميثودولوجي، ما شاركش في حاجه. لكن امتى الاحصاء يدخل معايا بقى في الاوثر شيب؟ لو كان متفق معايا من الاول على سامبل سايز، هو اللي عامل لي سامبل سايز كالكوليشن، هو اللي قال لي لو هنمشي بالنظام ده يبقى هتختار التست الفلاني وهنعمل التست العلاني، وممكن نعمل كمان سنسيتيفيتي اناليسيس، ممكن نعمل سب جروب اناليسيس، ممكن نعمل مش عارف كذا، ده بقى اللي يدخل معاك في الاوثر شيب. لكن اللي بتدي له فلوس وتقول له اعمل لي كذا وكذا، ده لا، ده مش كافي ان هو يدخل معاك في الاوثر شيب. الحاجه الثانيه برضو اللي بتعمل مشاكل برضو اشتراكك في مجلات مفترسه، ودي حاجه بيمر بيها الايرلي كارير ريسيرشرز او الناس اللي هم في اول حياتهم الريسيرش، انه بينشر في مجلات بريداتري، مجلات مفترسه. يعني ايه مجلات مفترسه؟ مجلات نصابه، هتقول لك انا بعمل بير ريفيو وانا مجله فيها امباكت فاكتور كذا ومش عارف ايه، لكن اكشلي هو لا بتعمل بير ريفيو ولا بتعمل اي حاجه، مفيش اي ريفيو هيتعمل، هو هياخد منك البحث ويديك فلوس، يعني سوري ياخد منك قصدي البحث ويقول لك هات فلوس، لكن لا هيعمل بير ريفيو ولا اي حاجه. طبعا البريداتري جورنالز مشكلتها مش انها قبلت البحث بتاعك، المشكله انك انت خدت يعني خدت ختم كده انك انت راجل نصاب. فالمجلات عامة تبقى بتتلكك انها ترفض لك ابحاثك، ده اولا. لو في فرصة للكولابوريشن محدش هيعمل معاك كولابوريشن، مفيش حد هيحب يشتغل مع نصاب. ورقم ثلاثة لو في فند انت مقدم عليه هيترفض. فده رجاء شخصي لكل الناس خصوصا اساتذتنا الكبار اللي بيشوفوا على رسائل ماجستير ودكتوراه، ستي اواي فروم بريداتري جورنال لانها بتاثر كتير على الفرص اللي كانت متوفره لكم. يعني لا يعقل ان يكون في استاذ كبير في جامعه القاهره اشرف على 25 رساله او 30 رساله ما جالوش فرصه كولابوريشن لحد النهارده عشان في حد كان مثلا مستعجل في النشر فراح مجله مفترسه دفع فلوس وخدت البحث وحطته من غير مراجعه من غير اي حاجه، حط على نفسه ليبل ان هو من الناس المرفوضه في الحاجات دي. فناخد بالنا من المجلات المفترسه. وفي بقى مصطلح يعني اصعب كمان، حاجه اسمها هاي جاك جورنال. هاي جاك جورنال يعني مجله مختطفه. يعني ايه مجله مختطفه؟ يعني مجله هاكرز دخلوا عليها او عملوا حاجه زيها كده، ويب سايت واخدين نفس الشكل ونفس الاي اس اس ان ونفس كل حاجه، بياخدوا برضه يقول لك انا على فكره في سكوبس، وانت تصدقه وتديله البحث بتاعك ينشره، لكن انت للاسف نشرته في مكان وهمي مش موجود اصلا، ده حاجه اختراعها هم عاملينه مع نفسهم. طبعا ده برضه حاجه اصعب بكتير من البريداتري، لان على الاقل البريداتري هو هيتنشر يعني على الاقل بقى موجود في ويب سايت، لكن الهاي جاك
ده كلها سنه سنتين لحد ما اللايسنس بتاعت الويب سايت تروح، لحد ما خلاص اللايسنس بتاعت الويب سايت دي تنتهي ومش هيجددها طبعا، خلاص البحث بتاعك طار من الويب سايت مش موجود، يبقى انت كده خسرت خساره كبيره، خساره فادحه يعني. فناخد بالنا برضو منهم. اخر حاجه بقى قبل ما نختم خالص، يعني للاسف ما عندناش ثقافه التعامل مع الملكيه الفكريه بعد ما يتقبل البحث. ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب كلنا ابحاثنا تتقبل. لما انت بتتقبل بيبعت لك حاجه اسمها كوبي رايت فورم، انك انت تنقل الملكيه الفكريه بتاعت البحث للمجله، عشان المجله كده تقدر تسوقه وتقدر تنشره وتقدر تستفيد من فلوسه. فتقوم انت ماضي على الحاجه ومديها خلاص، ناقل الملكيه الفكريه للمجله، وتاني يوم بقى تقوم حاطه على الفيسبوك بتاعك، او تحطه على الويب سايت لو انت عامل بيرسونال ويب سايت، تقوم حاطه على البيرسونال يعني تحطه على الويب سايت بتاعك. طبعا ده كارثه الكوارث. ليه؟ انت كده عملت له نشرته من غير اذن المجله. هو انت البحث دلوقتي نقلت الملكيه الفكريه للمجله، فاللي ينشره ويحطه في اماكن هو المجله مش انت. فدي برضو حاجه ناخد بالنا منها، ما نمضيش على حاجه او ما نوقعش كوبي رايت فورم من غير ما نكون قاريين ايه الكوبي رايت فورم اصلا، لان دي لوحدها قضيه. دي بقى مش موضوع يعني، مثلا المشكله اللي قبلها اللي كنت هحكي لكم عليها بس ما فيش وقت ليها، فكره انك تبعت البحث بتاعك لاكثر من مجله، دي لما حد بيكتشفها بيقوم مديك بلاك ليست وخلاص، يعني المجله بتعملك بلاك ليست مش هتنشر عندي تاني، مش مشكله خلاص مجلات كتير على قفا من يشيل. لكن هنا دي قضيه دوليه. طب هتقول لي هو قضيه دوليه ازاي، هو حد هيعرف يجيبني؟ اه، ما انت كاتب افيليشن، والافيليشن ده يعني في جامعه او في مستشفى، مش بيتبعت لك انت كشخص، بيتبعت للجامعه بتاعتك او المستشفى بتاعتك، في فلان الفلاني بيشتغل عندكم مرفوع عليه قضيه دوليه بصفه ان هو اخترق هو الملكيه الفكريه، ومطلوب تعويض كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا. طيب الجامعات يعني برضو المجلات مافيا، فعارفين كويس قوي انك انت في الغالب هتخلع من الموضوع ده، فعشان يضمنوا انك انت هتتاذي يقولوا خلاص لو انت اللي مش هتدفع هنخلي المستشفى او الجامعه تدفع عنك. طبعا الجامعه او المستشفى غالبا بتفصلك للاسف، وده على فكره سيناريو يومي في اغلب الجامعات عندنا في مصر، بيضطر في الاخر عضو هيئه التدريس تفصل او المستشفى تطرد الشخص ده عشان تشيل من نفسها التهمه الكبيره اللي توقع عليها. فالكوبي رايت فور مهمه جدا جدا، ومش مجرد انها حاجه توقع عليها عشان البحث يتنشر وخلاص، تقوم واخده حطه على الفيسبوك واخده حطه مش عارف على فين وفين وفين. لا، يسمح بتداول الابحاث المقبوله سيكريتلي، لو هو بحث مش اوبن اكسس، لو بحث سبسكريبشن بيزد يسمح بتداوله برايفت، يعني حد يبعته لك، في تبعته له في ايميل شخص في سيرشر يعني، تبعته له على ايميل او تبعته له في مسج، او لو انت عامل اكونت على ريسيرش جيت تبعته برايفت لحد. لكن لو نشرته في بلاتفورم تتشاف، انت كده دخلت نفسك في معترك كبير جدا مع المجله. طبعا تبعت لك الاول انذار شفهي، ويعني انذار اللي هو في يعني في ايميل يعني، ما تقولش يعني انذار اولي يعني، وبعد كده يبعت لك انذار رسمي، وبعديها بقى خلاص ياخدوا اجراء، ودي بتبقى مشكله المشاكل. دي كانت يعني نهايه المحاضره، او يعني نقدر نقول كده مش محاضره، هي تعتبر يعني بدائيات كده او مبادئ النشر الدولي. هي مش الهدف منها انها تطلع اكسبرتس في النشر الدولي او تطلع ناس محترفه في النشر الدولي، لكن هي بتحطك بتوسع مداركك، بتبقى عارف ان دي قصه كبيره ودنيا كبيره محتاج انك انت تبقى جزء منها، فرصه انك انت يبقى في كولابوريشنز، فرصه انك انت توصل لاماكن عاليه، فرصه انك تحضر مؤتمرات كبيره مع ناس كبيره. دي الطريقه الوحيده اللي انت تقدر تكبر فيها بجد، تكبر فيها يعني مش تكبر فيها يعني كمجرد اسم، لا كمجرد تاريخ، الناس تفضل فاكرة الإنتاج العلمي بتاعك، وتفضل فاكرة أبحاثك ومؤتمراتك والكلام ده كله. دي الحاجة الوحيدة اللي بتثبت إن الشخص ده فعلا قضى كارير ناجح. فأتمنى يا رب إنها تكون كانت محاضرة خفيفة عليكم، وتكون فيها حتى استفادة لو 10%، وده هيبقى طبعا واحد على مليون من اللي هنشوفه في الكورس، يعني إن شاء الله ده واحد على مليون من اللي هيتشاف بقى في الكورس، لأن طبعا هنخش بقى إيه نتعمق أكتر أكتر، وأعتقد هيبقى فيه موديول بتهيألي للنشر الدولي بقى، هيبقى فيه حاجات عملية هنجربها مع بعض، نبعت لمجلات ونشوف الفورماتنج بتعمل ازاي، والرد على الريفيورز بيبقى عامل ازاي، ونتابع ابحاثنا ازاي، والكلام ده كله. لو في حد عنده اي استفسار او اي اسئله انا جاهز. دكتور محمد، شاكر جدا جدا على المحاضرة الجميلة دي، ربنا يوفقك يا رب يا باشا ويزيدك، ده بعض ما عندكم، ده بعض ما عندكم. ربنا يكرمك. معلش بس يا دكتور محمد، رجاء رجاء اتفضل. محتاج أتواصل مع حضرتك رجاء. من عينيا الاثنين. حاضر حاضر، انا والله يعني مأخر عليك، انا عارف يا دكتور عمرو، والله انا اسف، بس هكلمك في التليفون ان شاء الله يا رب، يعني بعد ما اخلص السيشن على طول ان شاء الله يا رب. ماشي، شكرا انا شرفتني يا شكرا دكتور عمرو جدا والله. لحضرتك، شكرا جدا لحضرتك دكتور محمد المليجي، محاضرة مفيدة جدا وقوية جدا كعادة حضرتك، دايما بتبهرنا بأدائك المتميز، وكنا محظوظين بتواجد حضرتك معانا النهاردة، ونتمنى لحضرتك مزيد من التقدم والنجاح.
شكرا جزيلا دكتورة روان، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. حد عنده أي أسئلة قبل ما نمشي ولا تمام كده؟ دكتور في أسئلة في الشات لو ممكن حضرتك تبص عليها. طيب حاضر. يعني أنا آخر حاجة كنت قريتها كانت يعني إيه راندومايز كنترول ترايل، وقلنا وقلنا برضو حتة شروطها أصعب، أبدأ نشر إمتى. طيب أقصد إيه بالفيميل برسنتج؟ يعني هنفترض إن أنا عندي أوثرز مثلا 10 على البيبر، فيهم مثلا 6 فيميل، وشايف ان المجله دي يعني حاطه من ضمن الماتريكس بتاعتها مثلا ان الفيميل بيبقوا مثلا 58%، والمجله اللي تحتيها حاطه ان الفيميل برسنتج مثلا 10%. فده معناها ايه؟ معناها اروح للي فيها حاجه و50 عشان المجله واضح انها عندها نيه لقبول الابحاث اللي فيها فيميل اكتر. خلاص. بالمناسبه من ضمن الحاجات اللي بتخلي البحث ده يبقى Q1 او Q2، يعني الكرايتيريا بتاعت سكوبس انها تخلي ده Q1 و Q2، مش بس السيتيشن ومش بس الاتش اندكس والكلام ده، في حاجات دي علاقه بالانترناشونال كولابوريشن. هل في ناس يعني في تنوع في الجنسيات في النشر، من ضمنها برضو السيدات والرجال بتنشر قد ايه، حاجات زي كده. فدي من ضمن الماتريكس يعني. فلو المجله معليه قوي النسبه دي يبقى غالبا هي عايزه تقبل كتير في ميل، فخلاص يبقى روح للمجله دي. بعد كده يعني Q1 و Q2 زي ما اتفقنا لما نفتح كده السماجو. اعتقد ان هو تقريبا المفروض ان كل مجله بيتم ترتيبها من يعني من الاعلى للاقل بناء على حاجه اسمها سماجو جونر رانكينج. ده سكور زي ما حضرتك شايف دلوقتي. ممكن نفتح بتوع العلاج الطبيعي عشان حتى يبقى فيه استفاده لينا احنا. زي ما حضرتك شايفين مثلا يعني مجله رقم واحد على العالم هي اللي واخده اكبر اس جي ار اللي هو 4.6، مقارنه مثلا بمجله رقم 2 واخده 3.4، المجله اللي تحتيها 2، بس هم كلهم كي 1 يعني كلهم في الربع الاول. لما اعيد ترتيب المجلات بقى بعد ما اشوف التوتال، يعني هنفترض ان احنا توتال المجلات في العلاج الطبيعي تقريبا 241 اهو 241، فلما اعملهم على اربعه يبقى هيطلع لي مثلا حاجه و60، يبقى كل هقسم المجلات دي على اربع ارباع، ومن مركز رقم واحد لمركز رقم 60 مثلا ده كده كيو 1، من رقم 60 ل 120 ده مثلا كيو 2، من 120 لمعرفش الكام وهكذا. هو ممكن ننشر في اكتر من مجله؟ لا يعني ما ينفعش ننشر في اكتر من مجله، دي كارثه. ممكن يسمح انك انت تنشر الابستراكت بتاع مؤتمر، يعني ابستراكت مؤتمر يتنشر في مكان وتنشر البيبر نفسها في مكان تاني، ده ممكن. لكن ان البحث يتنشر في اكتر من مجله دي قضيه، دي مش هزار يا جماعه، دي انا مش بتكلم في حاجه هزار، انا شخصيا حكمت في حاجات زي كده قبل كده، دي بتبقى كارثه، دي ازمه، ازمه كبيره. المجلتين ضربوا بعض دلوقتي، مجله معاها ملكيه فكريه ومجله معاها ملكيه فكريه، وكل واحد شايف ان البحث بتاعه. طيب مين بقى اللي يقع في النص؟ الباحث. شكرا جزيلا دكتور محمد، والله الشكر ليك. كنت دكتوره شيماء شوقي، طبعا تحيه خاصه ليكي ويعني لكل اهل اكتوبر، يعني يا رب يكونوا بخير جميعا. اشكرهم لي على حضورهم النهارده. لو نشرنا البحث على ريسيرش جيت لازم ناخد اذن المجله؟ يعني هو المفروض ان البحث ما ينزلش على ريسيرش جيت لو هو سبسكريب، تاني بكرر، لو سبسكريبشن بيزد، يعني انا ما دفعتش فلوس والقارئ هو اللي هيدفع، يبقى غير مسموح بتداوله بابليك. فريسيرش جيت يتحط فيه برايفت خلاص، لكن ما يتحطش بابليك. لو اتحط بابليك دي كارثه، ابعت للمجله اخد اذن، غالبا المجله هتبعت لي يعني رساله ضحك، يعني لو انت بتسالني على الفلوس بتاعتي لا يا عم ما تنشرش. مجله زي هيلث لاين بتكون مصدر كويس لاخد المعلومه ولا لا؟ لا، هيلث لاين ده حاجه تانية، ده مش مجله. المجلات يا دكاتره ده جورنال، جورنال يعني جورنال ليها اديتور ان شيف، ليها كذا ليها كذا. هيلث لاين ده موقع بياخد الداتا بتاعته من مجلات، يعني بياخد الكلام اللي فيه من مقالات بتاعته من مجلات، لكن هو مش مجله. خلاص. هل هيكون في سيشن ثانيه؟ ان شاء الله يا رب باذن الله. ده في حاجات ما شاء الله دكاتره الفطاحل يعني هيقدموا حاجات كبيره. طيب ازاي اعرف المجله دي بريداتوري؟ المفروض في حاجه اسمها بيلز ليست. خلاص، بيلز ليست موجوده هنا اهي. المجله دي يعني دي تعتبر فيها لسته لكل المجلات البريداتوري قبل ما ابعت، لان خد بالك بيبعتوا لك دعوات، يعني ممكن اوريكم حتى في الايميل اللي عندي هنا انا، عشان بس يعني الايميل الاكاديمي بتاعي ليه سكيورتي عالي قوي، فبيبعت لي بس ان هو مثلا كان هيتبعت لك الحته الفلانيه، فهتلاقي بقى دير دكتور محمد المليجي ممكن تبعت لنا بقى بحث، احنا مجله كذا مجله كذا، فانت تفتكر نفسك بقى انك دكتور كبير وبيبعتوا لك بقى دعوات وبتاع، تنشر تلاقي في الاخر البحث بتاعك محطوط في مجله محترمه. فخش على بيلز ليست الاول، اكتب اسم المجله، شوف هي موجوده في الليسته دي ولا لا. لو موجوده في الليسته دي يعني انا ممكن اعمل بس سكرين شير بسرعه زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، دي اسمها بيلز ليست اهو.
بيلز ليست شركة هي ما موجودة ظهرت في الظهر، تاني كده. فالظهر ظهر ظهر ظهر، فده كده مكتوب قدامك الليست، قدامك اهي الليست دي ابديتد جدا على فكره، موجود فيها كل المجلات اللي انت غالبا هتكون كلها بريداتري. لو لقيت اسمها في حاجه زي دول يعني امتنع عنها تماما تماما. روح لكيو 4 على فكره، كيو 4 هيقبلوا بسرعه برضو، حلوين وجمال واسعارهم رخيصه، احسن لك بكتير جدا من انك انت تنشر حاجه بريداتري. هنرجع تاني للشات. لو نشرنا البحث على مجلة ورفضته نقدر ننشره على مجلة تانية؟ طبعا طبعا، ده أكيد مسموح، مسموح جدا. وعلى فكرة يعني أنا مش هكذب عليكم برضو، يعني بما إن إحنا قافلين على بعض مش حد هيسمعنا من بره، أنا فترة من فترات كنت ببقى بنشر لناس ومستعجل وحاجات زي كده، فكنت بضطر أبعت لكذا مجلة في نفس الوقت، بس برضو محتاجة يعني حرفية شوية، مش أي حد يعملها، يعني ما تضحكش بيها طول ما أنت لسه في الأول، لأن خد بالك حظك ممكن يطلع وحش، وان المجله يعني تكون بعتت لنفس الريفيور، يعني المجله الاولى والمجله الثانيه اختاروا نفس الريفيور، فيلاقي ان قدامه بحثين، طب ايه ده ازاي جالي من مجلتين، فيبلغ المجلتين تروح انت في داهيه. بس يعني هي كبرها يوم ما بيتاخد اجراء ضدك، يعني بتنظر الاول، انذار الاول طبعا، وبعد الانذار بتعمل لك بلاك ليست، ما انتش ناشر في المجله تاني. والله شرف ليا دكتوره شيماء والله، وربنا يكرمك يا رب كده، ما شاء الله دكتورة شيماء وأختها الدكتورة سارة من الناس اللي خاضوا تجربة النشر في الدكتوراه لوحدهم، يعني نشروا نشر دولي محترم، مجلة كيو 2، مجلة فيزيوثيرابي ثيري اند براكتس، سوري فيزيوثيرابي ريسيرش انترناشونال، وما شاء الله يعني كانوا عاملين شغل حلو جدا جدا جدا. ايه افضل الويب سايتس اللي ممكن ندور عليها على معلومات ربنا عن مجال يخليك يا الطبيب دكتور في كل مجال؟ المعلومات. يا اهلا وسهلا يا دكتورة شيماء، والله سعيد جدا جدا بتواجدك، وسلامي للجميع عندك، وشرفتونا النهارده والله. دكتور بإذن الله. طيب ايه افضل الويب سايتس اللي ممكن ندور عليها على معلومات عن العلاج الطبيعي في مجال دراستنا، او لو بنحضر لبرزنتيشنز في جامعه؟ يعني في اجابه نموذجيه طبعا، الابحاث، يعني لو انت اوريدي خدت معانا الكورس هتعرف تعمل سيرش محترم، هتعرف تطلع بيانات صح، وتبقى راجل ابديتد جدا جدا، وهتلاقي نفسك بقيت في ليفل تاني خالص خالص، على الاقل بقيت عارف كل صغيره وكبيره، عارف الصح والغلط، عارف الايررز فين والكلام ده كله. طب هفترض ان انا ما عنديش القدره دي، يبقى هنضطر نلجا بقى للحاجات اللي هي زي مثلا زي ما انت قلت كده هيلث لاين، مش عارف ميدسكيب، يعني كذا، في برضو في بلوج سبوتس مشهوره، في بلوج يعني بتاعت ناس مشهوره، انا مش متذكرهم دلوقتي يعني، بس في بلوجز بتبقى معموله فعلا، الناس بتعمل فيها شغل حلو جدا جدا. لكن يعني بصراحه لو عايز رايي، يا كتب يا بيبرز، لكن اي حاجه بره دول انا شايف انها بتبقى حاجات مش قيمه كبيره، يعني ملهاش قيمه كبيره. حد عنده اي استفسار، حد عنده اي سؤال يخص المحاضره دي او يخص بقى الكورس بشكل عام؟ انا الدكتور احمد والدكتوره ساره، بالتالي اغلب الفريق التنظيم كله موجود، لو حد عنده اي استفسار. طيب انا اعتقد ان كده ما بقاش في اسئله تاني، اعتقد شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. طبعا شكرا حابين جزيلا يا دكتور نقول ارمان.